مشكلة البنكرياس أعراضه بنسميها دايما فيج، يعني ملهاش عرض محدد. أورام البنكرياس، البنكرياس عموما محدش يعرف عنه حاجة. تشخيصه إن احنا نقول ينفع له عملية فعلا اتطور جدا جدا، مش هيدي أعراض غير لما يوصل لحجم كبير قوي، وبالتالي في الغالب بيتشخص متأخر قوي. عشان استأصل المنطقة صعبة شوية، والعملية تبان إنها تخوف شوية، لكن نسبة نجاحها دلوقتي تتعدى 95%. الدكتور محمد فتحي عبد الغفار، أستاذ جراحة وزراعة الكبد كلية طب جامعة عين شمس، استشاري جراحات الكبد والقنوات المرارية والبنكرياس، عميد المعهد القومي للكبد سابقاً، زميل جامعة إيسن بألمانيا لجراحات الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية. أهلا بكم، النهاردة لقاء مثير وممتع للغاية. النهاردة نتكلم على المرارة، وهنتكلم تحديدا في جزء مهم جدا هو حصوات المرارة. طب المرارة لما نيجي نشوف ناس كتير يعني عارفة مكان المرارة فين ومذاكرة التشريح بتاعها أو فهمها نسبيا. المرارة شكل الكمثرى، المرارة وصفتها هي ريزرفوير، هي مخزن صحيح، بتلعب دور مهم جدا مع الإفرازات أو العصارة المرارية، إنها بتزيد تركيزها، إنها بتوجه هذه العصارة إلى الأمعاء بناء على الطلب المميز أو المعين، إن في أكلة معينة تحتاج إلى عصارة مرارية بشكل قد إيه. الحصارة المرارية طبعا مهمة جدا جدا إنها تعرف تكوينها ككيس عضلي لها شكل مميز جدا. لكن في عوامل كتيرة تخلق حصوات المرارة. على فكرة العامل الوراثي عامل مهم جدا، ارتفاع مستوى الكوليسترول من عوامل مهمة، بعض الأمراض المزمنة زي السكر بيلعب دور مهم في الموضوع، زيادة الوزن والسمنة هتتكلم عنها، تقدم في العمر السن كل ما تتقدم، طبعا حبوب منع الحمل من العوامل المهمة جدا اللي بتعمل حصوات مرارة. لكن تعالوا نعيش أقرب وأكثر تركيزا مع هذا المرض الشهير جدا، المرارة ومشاكلها، المرارة وحصواتها، وإمتى حصوة المرارة تبقى خطرة، وإمتى تكون إمرجنسي أو طوارئ. وعشان كده لازم نتنبه، طب بعد ما تزال المرارة هل ممكن يحصل ألم في مكانها؟ طب إيه سبب الألم؟ إيه القصة دي؟ قصص مثيرة جدا متعلقة بهذه الموضوع الحقيقة هنناقشها النهاردة مع ضيفي، اللي أنا بعتقد إنها واحدة من الحلقات اللي بنفخر بيها على مستوى مش بس الناس الحلوة، الناس الحلوة والدكتور، هي يعني من الحلقات اللي نقدر نقول عليها تتسابق على المركز الأول بجدارة على المشاهدة وعلى الكمية العلمية وعلى القيمة الطبية المطروحة فيها. أكيد طالما ضيف العزيز القمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير نفتخر بقبول دعواتنا الأستاذ الدكتور محمد عبد الغفار، أستاذ جراحات وزراعة الكبد، الأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس، زميل جامعة إيسن بألمانيا لجراحات الكبد والقنوات المرارية والبنكرياس، والعميد السابق لمعهد الكبد القومي. أهلا بيك دكتورنا العزيز ومنورنا وسعداء جدا كمان النهاردة، يعني زي ما بيقولوا خطوة عزيزة وجميلة. الله يخلي حضرتك. أنا سعيد جدا باختيارك للموضوع. ليه؟ لأن المرارة مرض أو حالة مرضية منتشرة جدا، صح كده؟ تعرف حضرتك أمريكا اكتشفوا ان هم السنة اللي فاتت استئصال المرارة بيكلف امريكا 5 مليار دولار سنويا. الامريكان بخل قوي. فقصدي رقم كبير جدا. كبير جدا. الامريكان بيحسبوا قصدي بالسحتوت طبعا. عندهم ورقم ده رقم يعني يعدي ميزانيات حاجات كتير قوي يعني. يعني 5 مليار دولار ده على مرض واحد بس اللي هو المرارة، ده يورينا ان هم لازم هيدرسوه كويس قوي ويهتموا قوي مين يعمل عملية مين ما يعملش عملية، أفضل حاجة دي إيه، لأنه دي مردود فلوس بالنسبة لهم كبير قوي. على فكرة الأمريكان لهم مركز متقدم جدا في السمنة في العالم. ومحدش بيقول على حد في السمنة في أمريكا، يعني إن هم يعني شكلهم مش حلو في البلد أو عبء على البلد، بالعكس بيتعاملوا مع الموضوع كأنه مرض، محدش بيلوم حد يعني. أيوة. أنا بتكلم على الأمريكان. أيوة. By the way يعني. لكن إيه وظيفة المرارة؟ زي ما حضرتك قلت، المرارة عكس ما ناس كتير بتبقى فاهمة زمان إن هي بتفرز عصارة مرارية، لا، هي زي ما حضرتك قلت هي مخزن للعصارة المرارية. الفكرة إن الكبد هيفرز العصارة
تتخزن في المرارة، لما الإنسان يأكل يطلع هرمون معين يخلي المرارة دي تنقبض فتنزل العصارة بتاعتها اللي بتساعد على الهضم. يمكن السؤال اللي بقى أحسن شوية كمان اللي هو طب هو إيه فائدة العصارة المرارية نفسها؟ ودي ليه بنقولها دلوقتي؟ عشان دي هتفهمنا شوية حاجات بعد كده. العصارة المرارية اللي الكلب بيفرزها ليها فايدتين كبار. فايدة إن هو بيتخلص من شوية حاجات، شوية حاجات بعضها مضر زي بعض السموم، بعض الحاجات الأدوية تفرز مع العصارة المرارية بحيث هتنزف مع البراز في الآخر خالص. زائد عندي الصفرة اللي هو البيليروبين. ده بيجي منين؟ احنا عارفين كرات الدم الحمراء بتاعتنا بتتكسر في الطحال، جواها حاجة اسمها هيموجلوبين. هيموجلوبين من اسمها جلوبين وهيم، جلوبين ده بروتين هيروح بروتين، الهيم ده تحول إلى الصفرة. إذن الجسم في الآخر بيتكون عنده جزء حاجة اسمها صفرة، مادة لازم يتخلص منها عن طريق الكبد. الكبد بينزلها في العصارة ديت. العصارة المرارية دي زي ما قلنا هنتخلص منها من المواد ديت. مشكلتي في إيه؟ مشكلتي إن بعض المواد ديت ما بيدوبش في المية زي الكوليسترول. فأنا عندي حاجتين بتخلص منهم، صفرة وكوليسترول. الاتنين دول مش بيدوبوا في المية. معناها ايه مش دوب؟ ما لو احنا تخيلنا كوبايه فيها ميه وحطيت عليها زيت هتلاقي الزيت موجوده. طب انا ادوبها ازاي؟ لازم احط عليها مذيب. المذيب ده اللي هو اسمه بايل اسيدز او بايل سولتس، اللي هي الاحماض او الحاجات اللي بتفرزها المراره لتدويب الحاجتين اللي انا عايز اتخلص منهم واللي مش بيدوبوا في الميه. الكلام ده اهميته ايه؟ ده هيفهمنا حاجات كتير من اسباب حصاوي المراره. اذا انا الطبيعي عندي ان تتكون حصاوي لان عندي مادتين ما بيدوبوش في الميه، فده هيحصل حصاوي. طب ايه اللي يمنعهم؟ المذيب يبقى موجود. اذا هو علاقه بين حاجتين، كميه الماده اللي ما بتدوبش وكميه الماده اللي بتدوب. لو الاثنين دول متناسقين مع بعض الدنيا هتمشي عادي، المراره هتخزن فيها تنقبض فتروح منزله. طب ترصب شويه حاجات خفيفه المراره هتنقبض هتنزلها. طب هي لو ما انقبضتش كويس هيبتدي يتراكم. كل دي مقدمة لأسباب حصاوي المرارة. لو فهمنا الحتة ديت هنقدر نألف لوحدينا كده إيه اللي يخلي شخص يجيله مرارة بالعقل كده. هتبقى أسباب يا إما المادة اللي ما بتدوبش دي زادت، يا المادة اللي بتدوب قلت، يا المرارة اللي بتنظف الاتنين دول ما بتنقبضش كويس. هنلاقي الكلام ده كله بينطبق بقى عندنا في حاجات كتيرة اللي بنسميها إيه العوامل الخطورة أو العوامل اللي تخلي الواحد يصيب بحصاوي المرارة. هو ده سؤالي، الأسباب والعوامل. فنقول اول حاجه كوليسترول. يعني معنى كده ان احنا قلنا كوليسترول ده اللي المفروض هينزل وما بيدوبش في الميه قوي. لو كوليسترول ده زاد، بس زاد دوت مش مرتبط قوي بالاكل. طبعا الاكل لو انا اكلت حاجات فيها كوليسترول عالي انا معرض الجسم ان نسبه الكوليسترول في المراره هتزيد وبالتالي معرض لحصاوي المراره. لكن في حاجات اكتشفوها، انت قلت ان في عامل وراثه، صح؟ عامل وراثه. بس عامل وراثه جت منين؟ جات من جزء منها زي الكوليسترول دوت. كمية الكوليسترول اللي هينزل في المرارة في مستقبلات معينة اكتشفوها تساعد على أنزل أو ما نزلش ونزل قد إيه. السن مع دايما ما نلاقيش في الأطفال حصوات في المرارة. ليه؟ لأن مع السن قدرة الجسم على أنه يزود الكوليسترول ده بتبقى أعلى شوية فيترسب كده. وبالتالي أي حاجة هتزودي الكوليسترول في السائل، مش شرط يبقى في الدم، لا في السائل بتاع المرارة، قد تسبب حصوات في المرارة. الجزء الثاني احنا قلنا فيه الصفرة اللي هو البيليروبين. الماده ديت، الماده دي جت منين؟ جت من تكسير كرات الدم الحمراء. بالتالي اي حاجه هتبقى مرتبطه بتكسير كرات الدم الحمراء معرضه تجيني حصاوي. فبنشوفها دي في الاطفال مثلا عندهم انواع من الانيميا اللي فيها تكسير لكرات الدم الحمراء، فتلاقي عنده حصوات في المراره. دايما لما يجي طفل في حصوه في المراره لازم ندور على سبب. ممكن في الاخر ما يطلعش فيه سبب، لكن في اغلب الاحيان بيبقى فيها سبب. فتكسير الدم، طب ده يحصل في الصغيرين، هل الكبار يحصل فيهم؟ يحصل. الشخص اللي عنده طحال كبير نتيجة بالهرسيا، نتيجة تليف كبدي. عشان كده لو ناس كتير من عندهم تليف كبدي بيصابوا بحصوات مرارة. ودي بقى لو شفنا ليه مريض التليف يجيله حصوات مرارة هنلاقي عنده معظم العوامل اللي احنا بنقول عليها ديت. ليه؟ لأنه هو عنده أولا انقباض المرارة مش كويس قوي. الهرمون اللي بيطلع عشان يخلي المناعة تنقبض بيبقى قليل شوية في مريض التليف الكبدي. الجزء المذيب اللي احنا بنقول عليه اللي هو بيدوب الحصاوي أو بيدوب
الدهون دوت هو الجسم بيفرزه وينزل في الامعاء ويمتصه 70-80% منه تاني يرجعه للمرارة، كأن في دورة عندي. لو الدورة دي اتقطعت في النص السائل اللي بيدوب ده هيقل، وبالتالي أي حاجة تقطع الدورة دي زي إيه؟ في حالات التليف الكبدي الدم ما بيرجعش كله للأمعاء للكبد مرة تانية نتيجة ضغط في الكبد، فبياخد سكك فرعية فمش كله يرجع للكبد. بنشوف الناس اللي عندهم اللي عملوا استئصال جزء من الأمعاء، لأنه برضو مش هيمتص السائل ده ويرجع للكبد، فلو حصل استئصال جزء من الأمعاء ممكن يسبب حصاوي. هنشوف الناس بتوع السمنة اللي بيعملوا باي باس، لأنه برضو عدى جزء من الأمعاء فالجزء اللي بيمتص بيقل، فبالتالي معرض يجيله الكلام ده. عشان كده في ترند انه يشيل المرارة مع حالة تحويل المسار. بالظبط، وهو كمان يعني عملية تحويل المسار، الحتة تحويل المسار دي ليها كذا سبب يؤدي إلى الحصو، من ضمنها ديت من ضمنها النزول السريع في الوزن. وجدوا ان لو واحد فقد اكتر من 3 كيلو في الاسبوع ده معرض ان يجيله حصوات مراره اكتر من الشخص العادي. فالنزول السريع ده يؤدي الى هذا الكلام. فانا عندي نلخص تاني كده الاسباب بتاعتي، زي ما قلنا اما الصفره او الماده الصفراويه دي زادت في الجسم نتيجه تكسيرات باي سبب من اسبابها، او الكوليسترول زاد، او الماده اللي بتدوب قلت، او انقباض المراره قل. انقباض المراره يقل من ايه؟ من بعضها هرمونات. الاستروجين كهرمون بيقلل انقباض المراره، عشان كده الستات عرضه للحصاوي المراره اكتر من الرجاله بكتير، وعشان كده الست الحامل معرضه للاصابه بحصوات المراره اكتر من الست العاديه. وبرضه زي ما قلنا مريض تليف الكبدي، هو لانه عنده تليف كبدي بنلاقي عنده هرمون الاستروجين عنده عالي شويه، فده يؤدي برضه الى ان تتكون حصوات مراره اكتر من العادي. فدي تقريبا كده الفكره بتاعه تكوين الحصوات بتاعه المراره. الاعراض بقى الراجل هيشتكي او الست تشتكي بايه؟ الاعراض هتعتمد على اولا نسبه كبيره قوي ممكن ما يبقاش في اعراض خالص. يعني حاجه عندنا موضوع كبير يمكن ناخد له حلقه لوحده، اللي هو الشخص اللي عنده حصوات بدون اعراض. الاعراض ممكن يا اما تبقى نتيجه اضطراب في وظيفه المراره نفسه، او نتيجه مشاكل حصلت نتيجه الحصاوي. اضطراب في وظيفه المراره زي ما قلنا المراره وظيفتها ان انا لما اكل تنقبض فتنزل لي الماده اللي تساعد على هضم الدهون. طيب انا لو ما حصلش الماده دي نزلت ايه اللي هيحصل؟ الدهون دي مش هتهضم، وطالما ما اتهضمتش تحصل تخمر عليها، فبالتالي ممكن يجي له عسر هضم، يجي له انتفاخات، اعراض تشتبه مع قولون عصبي مع الحاجات اللي زي كده، او ان الحصوه نفسها تبتدي تتحرك في المراره. هي لما تيجي تتحرك مشكله المراره عباره عن كيس في اخره خرم صغير، لو اتحشرت في الخرم دي سدت الكيس دوت، وهي المراره بطبيعتها جدار المراره نفسه بيفرز سائل على طول. فانا لو سديت الخرم السائل ده يبتدي يتراكم، فتبتدي تتنفخ. الفيديو اللي احنا شفناه من شويه ده بيشوف الحصوه حركه قفلت للحصوه وهي بتتحرك، لان ده فيديو مهم لو شفناه تاني هنلاقي الحصوه اتحركت وراحت تسد مش القناه المراريه، قناه المراره نفسها. دي بعد كده ممكن تنزع القناه المراريه. لو شفنا الفيديو من اوله الحكايه كانت باينه جدا، الفيديو من اوله كانت الحصوه بتتحرك وراحت جايه سد القناه بتاعت المراره. المشكله ان المراره هتقعد تفرز السائل اللي هي بتفرزه العادي. لما هتفرز السائل دوت هتبتدي الضغط جواها يعلى. لما الضغط يعلى الشخص هيحس بوجع، لان في عندي حاجه ابتدت تتنفخ. طيب الموضوع ابتدى يزيد فالضغط يعلى زياده فالالم يزيد، ممكن يحصل معاها كمان التهاب. اشوف الحصوه هي تبدا تتحرك اهي، هتروح جايه سده القناه وهي هتتحرك والحصوه هتشوفوها جايه بتتحرك وتروح جايه سده القناه تعمل اوبستراكشن. بالظبط. فاول حاجه العيان هيشتكي بيها هيشتكي بالم نتيجه ان المراره بتحاول تزق الانسداد دوت عشان تفتح الطريق مره ثانيه. طيب ابتدينا بقى ما حصلش الكلام دوت، ده نخش في مشاكل بقى اكتر من نتيجه ايه؟ انها سدتها لي والسائل ابتدى يزيد.
طيب ما هو السائل لما هيزيد الضغط جوه هيزيد، لما الضغط بيزيد جوه المراره تبتدي الاول الاورده تتاثر اللي هي بتغذي المراره، لما الوريد يتاثر يبقى انا عندي دم داخل المراره ومش عارف يخرج فيحصل ارتشاح حوالين المراره. عشان كده ساعات لما يحصل التهاب حد في المراره ونعمل مجلس صوتي يقول لك في تجمعات او ارتشاح حواليه، ده سببه ان ابتدى ميه تطلع خارج المراره نتيجه ان الوريد الاول اتسد. بعد شويه الضغط يزيد اكتر فيبتدي الشريان كمان يتسد. الشريان ده بالتالي دي التغذيه اللي بتغذي المراره. لو حصل وان الشريان كمان اتسد يبتدي الدم اللي يروح لها يقل ابعد حته عن الشريان اللي هو راس المراره نفسه الفندس دوت، يبتدي يحصل زي غرغرين، وبالتالي ده ممكن يحصل انفجار في المراره بعد كده. ده كل التوالي بتاعها ده بالترتيب بتاعها كده. او ان ما حصلش بقى السيناريو دوت، ان ابتدى الحصوه بدل ما تتسد في القناه السوائل بتاعت المراره لا عدت منها ونزلت على القناه المراريه الرئيسيه. لو نزل على القناه المراريه الرئيسيه هتيجي على اضيق حته اللي هي فيها من تحت وتروح سداها، تحصل لي اللي بنسميها الصفره الانسداديه. زي ما قلنا احنا الماده الصفره اللي هو الجسم بيطلعها على طول دي المفروض هتروح على الكبد، الكبد يفرزها في العصاره الصفراويه. طب انا الطريق بتاعي ده اتسد فتبتدي الماده ديت مش هتعدي، تبتدي ترجع تاني مره تانيه للدم فتبتدي تعلى الصفره، فيبقى العيان نقول له وجدته الصفره صفره انسداديه. دي كارثه طبعا، اوبستراكتيف شونت دي مشكله كبيره. مشكله لان لازم احلها بسرعه. امرجنسي. لان الكبد يقدر يتحمل القصه ديت لمده شهر. لو عدى عليا شهر وفي صفرة انسدادية يبتدي الكبد نفسه يبوظ حتى لو انا شلت الحصوة بعد كده. فدي بتبقى مشكلة كبيرة، ان احنا ممكن مريض يبقى بقى عنده، هي الحقيقة ما بتحصلش كتير في الحصاوي، تحصل اكتر في الضيق بتاع القنوات المرارية. حصل ضيق في القناة المرارية وساعات بعضها يكون نتيجة حصوة ما تعالجش كويس، المريض يقول لك هي الصفرة كانت 2-3 ومش عالية قوي فسايبها. هو 2-3 هي مش عامله له مشكله، لكن عامله مشكله على الكبد نفسه. المشكله ان بعد كده حتى لو حلينا الانسداد الكبد يخش في تليف، نلاقي حتى العصاره الصفراء ما عادش صفراء، بقت بيضه بيسموها وايت بايل. وايت بايل يعني ما عادش الكبد قادر يركز او ياخد الصفرة من الدم وينزلها لي في القناه المراريه. ايه الاشكال بتاع الحصوات؟ انواعها. الحصوات اشهر نوع الكوليسترول، الحصاوي الكوليسترول. حصاوي الكوليسترول من اسمها كده لان ده دهني، فهتلاقي الحصوه لونها اصفر وصغيره وبتلمع. دي الحصوه اللي تمثل حوالي اللي احنا شايفينها ديت، دي تمثل حوالي 70% من انواع الحصاوي. في نوعين تانيين هيبقوا نادرين او اقل شويه، ان انا زي اللون الغامق قوي ده، دي اللي بنسميها البيجمنت ستون. البيجمنت ستون دي او الحصوه اللي هي المسوده ديت، دي نتيجة إن الصفرة هي، إحنا زي ما قلنا دايماً عشان تكون الحصوة عندي حاجتين بيكونوها، الكوليسترول اللي هم المادتين اللي مش بيدوبوا والصفرة. أغلب الأحيان بتبقى نتيجة صفرة، لكن في أحيان معينة زي ما قلنا اللي بيحصل فيها تكسير في الدم، هنا الصفرة أو البيلروبين ده هو اللي هيزيد يروح مديني حصوة بني غامقة زي دي. في نوع ثالث هيبقى ميكسد بقى ما بين دي ودي، وده بيحصل أغلبه نتيجة التهابات حصلت في المرارة نفسها. دي الأنواع بتاعتها. طيب إذا يعني أساليب حديثة للتشخيص ثم أساليب حديثة للعلاج. الحقيقة التشخيص يعني كان زمان يعني ما عندهمش غير الأشعة الإكس راي العادية، وطبعا دي مشكلة لأن 70% من الحصاوي كوليسترول وبالتالي ما فيهاش كالسيوم فمش هتبان في الأشعة أصلا. فكان الدكتور بيعتمدوا على ايده بس ان هو يحس كده ان في التهاب، يبقى دي في الغالب حصوه في المراره. طبعا شيء صعب جدا، لكن دلوقتي المجات الصوتيه حلت القصه خالص، حاجه بسيطه جدا ما فيهاش اي اضرار ودقيقه جدا، بيشوف فعلا الحصاوي، بيشوف المراره، يشوف التهاب، يشوف سمك جدار المراره نفسه. فالتشخيص اسهل حاجه مجات صوتيه هتقول لي 100% ان كان فعلا في حصاوي او ما فيش. ايه الاساليب العلاجيه الاحدث دلوقتي؟ طبعا مش عايزين نقول للمرارة منظار ده حاجه حديثه، لان دي خلاص دي بقى لها سنين دلوقتي بقت هي المراره اللي ينسب لها الفضل في ادخال المناظير كفكره في عقول الوطن العربي. يعني الناس بدات تتقبل المنظار من المراره، ولكن عملت المراره بالمنظار بالظبط. وان كان اللي سبق المراره
النسا والمسالك. آه. يعني المراب بنزار دي اتعملت بعد سنين طويلة من دكاترة نسا ودكاترة مسالك كانوا مش شغالين بمناظير. فهي الاثنين دول سابقينها، لكن هي فتحت السكة للجراحات بقى بصفة عامة انها كلها تبقى بمناظير. بس عشان النسا ستات، المرارة رجالة وستات، فالرجالة بدأت تنشر، تعرف الرجالة بيتكلموا في الطب وبيفتخروا بالحاجة أكتر، الست تخبي. لكن الراجل هو قاعد على عفلة المرارة، الست ما بتقولش. تبقى عملت 500 عملية وقاعدة ساكتة. فابتدى دلوقتي التطوير مش في ان هو يقول ان انا هعملها فتح ولا منظار، لا، هو الاساس دلوقتي انها مرارة منظار طبعا، الا لو في اسباب تمنع المرارة بالمنظار. لكن ابتدوا من الاول ان هو يقلل الفتحات بتاعتنا. يعني مفروض المرارة بالمنظار اربع فتحات، ابتدوا يعملوها من ثلاث فتحات. برضو بقت ثلاث فتحات معتبرينها كتير شوي، فابتدوا يعملوا حاجه اسمها سنجل بورت، يعني فتحه واحده في من عند السره كده كبيره شويه، ويدخل منها الالات ويشتغل من فتحه واحده بس. يمكن اللي انا شايفه التطور الاكتر بعض المواد الجديده بمناظير جديده، ان بيحقن ماده تلون لي لون العصاره الصفراويه. احنا الرعب بتاعنا كله في المرض منظار ديت نمره واحد، اصابه القناه المريه. انا خايف من اصابه القناه المريه. دي المشكله الرئيسيه في الجراحه دي بالظبط. يعني الجراح هنا بيبقى حاطط ايده عليه وبانه يضرب القناه المريه. ويعني حتى دايما كانوا بيقولوا لنا زمان، مش متذكر حقيقة الاسم قوي، لكن كان حاجه رئيس وزراء انجلترا حب يعمل مرض منظار، وجابوا له واحد من اشهر الجراحين عشان يعملها له، وعمل اصابه القناه المريه. فقصدي يعني هي وارده، وطبعا نسبتها قليله، المفروض لا تتعدى 0.5%، ولكن هو ده الخوف الرئيسي. بعض الدول زي انجلترا عاملين دلوقتي ان لازم مراقب منظار يصور القناه المراريه اثناء المراقب منظار بعد ما يشيل، عشان يطمن ان هو ما عملش اصابه للقناه المراريه. ان كانت دي تكنيكال صعبه شويه، بتاخد وقت طويل، فهم بيحاولوا يشوفوا اي وسيله بحيث يرسم القناه المراريه جوه العمليه. الحاجات الجديدة إن في مادة بتتحقن وبكاميرا معينة توديه تخلي لي لون العصارة الصفراء أخضر، فأنت ساعتها تبقى شايف القناة المرية فين بالظبط. فساعتها يعني يمكن الفيديو ده دي مرة المنظار العادية، في آخر فيديو هنشوف اللون لما بيغمق الصورة ويحقن المادة، هتلاقي لون بقى أخضر راسم القناة المرية لوحدها. دي الحاجة التانية برضو الجديدة، اللي هو ده جهاز الهارمونيك، ده جهاز اللي هو بيسلك ويكوي في نفس الوقت. يمكن فايدته الرئيسيه السرعه، يعني ان هو اسرع من الطريقه العاديه، وبإضافة ان هو يعني نسبه انه يحصل اصابه لاي عضو حواليه اقل بكتير من الطريقه العاديه. الحقيقه من الحاجات اللي بيبحثوها الايام دي حاجه يعني قديمه جدا، بس بيعاد فكرها تاني، وهي فكره هل ممكن نعالج الحصاوي طبيا من غير الجراحه؟ في كلام كتير على الكلام دلوقتي. الحقيقه دكاتره البطنه احنا بنعاني معاهم كتير قوي، ان هو دايما يجي له ايام حصاوي في المراره، بيديله علاج بس للحصاوي وما بيلجاش للجراحه حتى لو كان عنده اعراض. الكلام الجديد ان بعض الحاجات دي قد تكون صح شويه، بس هم ابتدوا يشوفوا ايه المواصفات بتاعتها. المواصفات ان هو لازم يتاكد ان المراره دي شغاله، فبيعملوا اختبارات معينه تتأكد المرارة دي بتنقبض. تاني حاجة حجم الحصوة قد إيه؟ كل ما كانت الحصوة صغيرة كل ما يبقى فيه فرصة، لأن هي ممكن أهو ده اللون زي ما بقول لحضرتك، شايف دلوقتي القناة المرارية لونها أخضر. أخضر أخضر. فخلاص أنا كده شايف فين القناة المرارية، فين قناة المرارة، مش ممكن يحصل إصابة هنا. وده على فكرة دخل مصر خلاص، يعني ده من الحاجات اللي إن شاء الله هتبقى ترند موجودة. فابتدى يتكلموا دلوقتي على إن نختار مين العيانين اللي ممكن يستفيد بعلاج طبي في نوع. هقول ان الحصوه لما تبقى صغيره تسد اسهل. اقل من كام؟ اقل من 5 مللي. يعني كان زمان يقول لك 3 مللي، ما بين 3 و5 على حسب قناه المراره نفسها، لان لما القناه بتوسع شويه لو 4 مللي هتعديه، لو 5 مللي هتعديه. ولذلك نخلينا في الامان، يعني 5 خلاص، 5 في عين العدو، اقل من كده نقلق. عشان ما تنسوهاش، ما ينسوهاش 5 مللي اقل نقلق، لان ممكن تتحرك الحصوه تقفل القناه المراريه. بالظبط. بس اول حاجه ابتدى يبقى في كلام جديد، يمكن كمان كام سنه يعني نكتشف ان احنا نقدر بادويه نعالج حصوات المراره
ونستغنى عن الجراحة في جزء كبير منها. هل يمكن أن تعود الحصوة مرة أخرى؟ هي عمرها ما تعود في مرة، نحشناها خلاص، لكن ممكن تعود في القناة المرارية، ودي نادرة شوية يعني، من الحاجات النادرة قوي. ودايما بيقولك لو لقيت حصوة في القناة المرارية هو في الغالب كانت من المرارة وقعت أثناء العملية ونزلت القناة المرارية، ولكن في نسبة إن ممكن تتكون حصاوي داخل القناة المرارية، في الغالب يبقى في ضيق في القناة المرارية، يبقى في ميكروب، في حاجة هي السبب ليها. ليا صديق عمل المرارة ودايما بيسألني السؤال ده، كل ما يشوفني يقول لي في ألم في المكان، مكان إزالة المرارة. فقلت له لا، طب ماشي نبدأ نفكر، ليه هناك احتمال لوجود ألم بعد إزالة المرارة بالمنظر؟ والله هي ليها أسباب كتيرة قوي، جزء منها أسباب شائعة قوي، إن إحنا دايما أول ما بنشيل المرارة لازم يجي حاجة تلزق مكانها، فممكن تلاقي جزء من القولون راح لزق مكان المرارة، أو جزء من الأمعاء لزق مكان المرارة. الحتة الالتصاق اللي حصل دوت ده التصاق طبيعي، بس بيعمل كينك، بيعمل تانية شوية في الأمعاء، بتاخد فترة لغاية ما الأكل يعدي منها وياخد على السكة الجديدة دي. لكن بعضهم وجدوا إن في عينين بعد استئصال المرارة الصمام اللي تحت دوت بيحصل فيه اضطراب في القفلة بتاعته والفتحة بتاعته، إن يحصل فيه دايما قافل، القفلة دي تعمل له ألم، فتشخيصها مش سهل قوي، لكن بيبقى علاجها قد نحتاج نعمل منظار على القناة المرارية ويروح قاطع الصمام. الصمام بتاع القناة المرارية اللي هو اللي تحت سفنكتروتومي كده، عشان ده ساعات في موضوع كده بيسموه بوست كورسيتمي سندروم، اللي هو بعد استئصال المرارة يجي له شوية آلام، من ضمن أسبابها إن بيحصل انقباض مستمر في الصمام اللي تحت دوت. لكن مفيش أي حل غير إن إحنا نعمل إذا تأكدنا بس السبب. بس دي لازم نتأكد منها يعني. بالظبط. أنت أسعدتني جدا جدا. الله يخليك. وقبل ما نمشي برضو التلغراف النهائي للعلاج بالمرارة. المرارة أولا لو إحنا عندنا حصوات مرارة زائد أعراض تساوي عملية، يعني عشان ما نقعدش بقى نضيع وقت ونعرض نفسنا لمشاكل. العملية آمنة بنسبة 99.5%، بس تتاخد بحرص لأنها عملية بسيطة، خطأها يحولها لمشكلة كبيرة. عملية بسيطة ممتعة، ما فيش يعني بعديها، دي من العمليات اللي المريض بقى بيطلع من أوضة العمليات يقعد في أوضة لطيفة كده، كل زواره جايين يعني فرحانين لابسين شياكة، ما فيش قلق، العيلة يعني مش قلقانة، فرصة لل يعني إعادة الروابط الأسرية. لكن لو عملت مشكلة هتبقى مش فرصة، هتبقى فرصة لمشكلة لخناقة، هتقلب خناقة، ممكن الفرحة اللطيفة دي تقلب بزعلة كبيرة أوي لو أصبنا القناة المرارية. ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور محمد فتحي عبد الغفار، أستاذ جراحات وزراعات الكبد، الأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس، زميل جامعة أيسم ألمانيا لجراحات الكبد والقنوات المرارية والبنكرياس، وعميد معهد الكبد السابق، كان ضيفي في واحدة من حالاته الممتعة كالعادة في المرارة. أهم حاجة ما تخليش حد يفقعلك مرارة. وده سؤال المرة الجاية، هل هناك مرض اسمه فقع المرارة؟ زي برد المعدة، فقع المرارة وبرد المعدة ده حاجة جميلة جدا، وتسخين المية عشان الولادة، ثلاث حاجات في الطب من أساطير. لا أبدأ دكتور محمد، خليكم دايما مع الناس الحلوة. الدكتور أحمد عاصم الملا، استشاري الحقن المجهري وجراحة المناظير النسائية بمراكز رويال للخصوبة بالمنصورة ومصر للخصوبة بالمهندسين وسي بي سي كابيتال عباس العقاد ومستشفى الكنانة بطنطا. أهلا بكم، النهاردة يوم مهم جدا في عالم النساء وعالم تأخر الإنجاب، وكلمة مهمة اسمها تكيس المرأة. في ثلاث نقط عايز أكلمكم النهاردة فيهم عند تكيس المبايض قبل ما ندخل في معمعة الحوار. أول حاجة، كتير من الناس فاكرين اللي عندهم تكيس مبايض مش هيخلفوا أو بيخلفوا بصعوبة. هو صحيح الخلف بتاعتهم ساعات فيها مشاكل، لكن في حالات كتيرة بتحمل حمل طبيعي ومفيش أي حاجة وبتكمل حملها الطبيعي. دي أول معنى. المعنى التاني إنه في ناس برضو عندها اعتقاد علمي شبه صح إن اللي عندهم تكيس في المبايض عندهم سمنة أو لازم يكون عندهم سمنة. لا، في حالات تكيس مبايض ما عندهمش سمنة، جسمهم طبيعي أو حتى يعانوا من نحافة،
ودي مش هيبقى اسمها متلازمة تكاثر، هيبقى اسمه مرض تكاثر المبيض. سيبكم من التسميات. في علاقة وثيقة جدا كمان، المعلومة الثالثة بقى، انه في كونكشن كوبري كده ما بين تكاثر المبيض والقلق. القلق جزء من المتلازمة. ده لقوا كمان انه الستات اللي عندها تكيس مبايض لما بتخلف ولادهم بيطلعوا عندهم قلق انكزايتي. فده علاقة وثيقة بقى بين الجنين اللي ست عندها تكيس وما بين حالته النفسية بعد كده. دي دراسة مهمة جدا. لكن خلينا اقول لكم ان تكيس المبايض دلوقتي بقى اقدر اقول لكم ايه، موضوع العصر بقى هو اللي فرض نفسه بقوة شديدة جدا في الحوار، قوي جدا تواجده في المجتمع العربي ومشاكله كتيرة، وبقى في تأخر الإنجاب بيفرض علينا في كتير من الحالات. احنا لنا الحقل المجهري بس عندهم مشكلة في حاجات تنشيط وموال كده، ويعني زي ما تقول معادلة غريبة لازم هتنشط، بس انت خايف من فرط تنشيط، وست عندها اوريدي زيادة في الحالة الهرمونية. فالكلام في تكيس المبايض كلام مهم جدا. النهارده حوار مهم جدا مع ضيفي العزيز الذي يبدع جدا في حواره دائما في عالم تاخر الانجاب. ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور احمد عاصم الملا، استشاري الحقل المجاري وجراحات المناظير النسائيه بمركز رويال، منورني وسعيد جدا بهذه الزياره دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور ايمن، وانا سعيد بتواجد مع حضرتك ومع مشاهدينا دايما. وطبعا حضرتك كلمت فعلا على موضوع يمكن بنشوفه كتير خصوصا في مصر. هنقول خصوصا في مصر ليه؟ لان احنا في مصر تقريبا عندنا عادات غذائيه غير صحيه كتير، وبالتالي في سيدات كتير عندنا من المصريات بيعانوا من السمنه، والسمنه دي من الحاجات برضو اللي بنشوف فيها حالات كتيره من حالات تكيس المبيضين او تكيسات المبيضين. هي المشكله في تكيسات المبيضين ان هي على قد ما هي بتعمل ضعف للتبويض، زي ما قلت لحضرتك حالا في الكلام ان فيها مضاعفات برضو اثناء تنشيطنا واثناء تحضيرنا، وبالتالي ليها تحضير معين وليها تنشيط معين وليها بروتوكول معين حتى عندنا في الحقن المجهري. يعني بالذات مرضى التكيسات دول احنا بنبقى عينينا عليهم قوي في الحقن المجهري، ازاي نحضرهم وازاي نجهزهم صح للحقن المجهري. اولا الست اللي عندها تكيسات هي يعني هنقول الاول تشك وهي جايه لي منين، هي هتشك لما تلاقي عندها بدا يحصل لها حاجه اسمها اختلال في البريود او الدوره بتيجي مش منتظم. ساعات يا دكتور بيطلع لها بعض الشعر الزايد في جسم في اماكن هي مش متعوده عليها، زي الدقن كده ممكن يطلع شويه على الدقن، ممكن يطلع حوالين السره. هو الميدل لاين، الميدل لاين هو الخط المنتصف في الجسم، ده اخطر انواع الشعر يطلع في الست. تمام. فهي بتبتدي تشك، هتجيلنا هنقول لها دي من علامات التكيسات، بس هنؤكد ازاي؟ هنعمل لحضرتك الترا ساوند او سونار مهبلي، هنشوف فيها شكل التكيسات بالسونار المهبلي وشكلها من الحاجات الواضحه جدا ومعروفه زي ما حضرتك شايف دلوقتي معانا على الشاشه، هو ده شكل التكيسات. عارف حضرتك احنا بنشبهها بشكل العقد كده اللي هو بيبقى له فصوص وبيبقى جواه بيبقى زي ايه مفرخ كده، انما له الفصوص اللي هي الدوائر السمراء دي اللي هي البويضات. لو حضرتك بصيت هتلاقي عدد بويضات كتير اكتر من الطبيعي اللي احنا بنتكلم، كنا بنقول 5-6 في كل مبيض، لا ده ممكن توصل 16-20 في كل مبيض. طب هي دي حاجه حلوه ولا وحشه؟ هي حاجه مش حلوه قوي، هو مش نكلس باترن ده اللي هو وغير كده ان دول المشكلتهم بيبقى عندهم ضعف بقى تبويض، مش ضعف مخزون، لا ده بالعكس دول بيبقوا مخزونهم زايد. يعني دي لما اجي اعمل لها تحليل كنت اتكلمت حضرتك عليه قبل كده اللي هو تحليل مخزون المبيض الاي ام اتش، بيطلع اكتر من 3، وفي ناس يطلع اكتر من 5 و6، وفي ناس اكتر من 10، وناس والله شفناها اكتر من 20. دي بتبقى ايه انت شايف فيها انترال فولكل كاونت ومقدمات بويضات كتيرة جدا، وتلاقي المبيض لوحده من غير ما تنشطه واصل له 6-7 سنتي او 8 سنتي لوحده وانت ما نشطتش. تخيل بقى المريضة دي انت داخل تنشطها الحقن المجهري، لو انت مش شاطر وعارف ازاي هتنشط مريضتك دي صح، المريضة دي ممكن تخش منك في مضاعفات تيجي انت عندنا مش تيجي تيجي بقى عندنا في الحالات الحرجة تيجي فاول حاجة بقول للمرضى دول ايه؟
لو حضرتك زايده وزن زي ما حضرتك قلت انزلي وزن، هتمشي على دواء اسمه الجلوكوفاج او السيدوفاج اللي هي ماده الميتفورمين. بعض الناس تقول لك ده الكلام ده للسكر وبتاع، لا ما بتوع السكر بياخدوه، انت بتاخديه عشان عندك حاجه فيها في جسمك اسمها الانسولين ريزيستنس، فحضرتك بتاخدي الميتفورمين ده هيحسن لك البويضات اللي هتطلع عند حضرتك. هو مش هيضيع التكيسات، مفيش حاجه في الدنيا بتضيع التكيسات. فبعض المرضى تيجي تقول يا دكتور اعمل لي منظار وودي لي التكيسات دي، هقول لها لا، ما هو المنظار التثقيبي حتى اللي بنعمله وما عادش مفضل في العلم الحديث ان احنا نقعد نعمل منظار التثقيبي. زمان كانوا بيمسكوا المبيض ده اللي مليان بويضات ده وفيه بقى تكيسات كتير، يقعد تيك 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 يقعد يكوي التكيسات دي بالتثقيب، وبالتالي كان بيأثر بالسلب على المريضة دي، بدل مخزونها مكان زايد ده ضيع لها المخزون خالص، ده كان جريمة. فالكلام ده حديثا ما عادش مقبول في العلم، حتى لو مبيض يعني فيه عدد بويضات كتير جدا هو غير مسموح بأكتر من 3-4 تثقيبات في كل مبيض لو انت اصلا نويت تخش بمنظار. طيب المريضة دي لو هنشطها زي المريضة العادية اللي بنشطها للحقن المجهري، لا، ده انا اقول لها انت هتمشي على بروتوكول اسمه البروتوكول المعاكس او المضاد، مش البروتوكول المعتاد للمرضى التانيين. ليه؟ بنشطك بجرعات بسيطة وكل شوية بعمل لك تحليل اسمه الاي 2 اللي هو الاستراديول، اعرف نشاط البويضات ده وصل لفين عشان ابقى مأمن نفسي انت داخلة في استجابة زايدة ولا لا. طيب عرفت ومشيتك بجرعاتك، لما اجي اديكي حقن التفجير اللي هي عشان اكتمال نضج البويضات واسحب البويضات، هديكي الحقن المتعارف عليها اللي هي زي الاتش سي جي والكوريومون والكلام ده؟ لا، انا لو عملت معاكي كده هتخش العنايه المركزه. لا، ده انا بديكي البروتوكول المضاد ده عشان اعرف اديكي الحقن اللي هي الاجونست زي الديكابتيل او التريبتوفان اللي هي الحقن اللي ما تخلينيش اخش في الاستجابه الزايده دي. واقول لحضرتك من وانا بنشطك ان احتمال كبير انا هنشط حضرتك، هسحب لك البويضات، هعمل لك اجنه، بس مش هزرع لك في نفس الدوره، انا هجمد الاجنه دي عندي في الحضانات وهستنى حضرتك ترتاحي خالص، وبعد كده ازرع لك بعد شهر 2-3 تكوني ارتحتي خالص وضمنت ان معايا اجنه حلوه ليكي وانت ما دخلتيش في مشاكل. ما مش الحاجه الحلوه ان المريضه تحمل وبس، تحمل حمل آمن، مش تحمل وتخش العناية المركزة. هي لو حملت في الوضع ده وكان عندها استجابة زايدة، ده بالعكس ده ممكن تزيد أكتر في الحمل نتيجة إن الهرمون بقى بتاع الحقنة التفجيرية ده هو بيتفرز في الحمل لوحده. طب أنا قادر أوقفه من بره، طب من جوه هوقفه إزاي لما يحصل حمل؟ لازم أنهي الحمل ده. تخيل إن الحل في بعض الحالات دي الحرجة إن إحنا ننهي الحمل اللي احنا عدنا نستناه عمر. طب من الاول بقى الوقايه خير من العلاج. يبقى انا اجهز المريض دي كويس، اتابعها كويس، مش هجيبها بعد اسبوع ولا بعد 10 ايام زي المرضى التانيين، لا، ده انا كل يومين حضرتك هتكوني عندي في المركز بتعملي تحليل اسمه الاي 2 وبشوفك في الالترا ساوند، ولو لقيت عندك مقدمات استجابه زايده انا معرفك انك هتسحبي وتجمدي وتزرعي في دوره تانية، وببتدي ادي لحضرتك بعض الادويه اللي تهبط النشاط بتاع المبيض ده لو انا خدت القرار ده خلاص، بحيث ان ما تخشيش في الاستجابه الزايده. دي قصه مهمه جدا، انا خايف من كلمه استجابه زايده. هي قصه مهمه، ودي كانت النايت ميرز بتاعنا يعني بتوع دكاتره الحقن المجهري، تسالهم النايت ميرز بتاعكم ايه؟ هيقول لك الاوفيريان هايبر ستيميليشن سندروم او الاستجابه الزايده، او حاجه بالمعنى المتعرف عند المرضى فرط التنشيط. لانه حاله الحقن المجهري المفروض دي سيتويشن امن، يعني ما فيهوش اي امرجنسي، ما فيهوش اي طوارئ. فلما يحصل حاجه تدخل الست وحده العنايه المركزه، ده هو النايت مير الحقيقي، ده كابوس طبعا. وبنبتدي نقول طب هنفترض بقى خلاص الامور فلتت منك والمريضه استجابت استجابه زايده، هل هتقف عاجز مش هتعمل حاجه؟ لا، هنبتدي نتعامل معها تعامل الاول، هنقول لها هتعمل لنا الاول حاجه اسمها صوره دم كامله، هتطمن على حاجه فيها مهمه عندي اسمها الهيماتوكريت، ان ما يحصلش حاجه اسمها هيموكونسنتريشن.
له نسب معينة يفضل ما يبقاش أعلى من 40%، 40 و45 يبقى المريضة دي داخلة في كريتيكال، وأبقى عارف إن المريضة دي احتمال تخش عناية. أشوف نسبة الألبومين في الجسم، لأن المشكلة في المرضى دول بيحصل حاجة اسمها هايبر بيرميبيلتي، المبيض ده بيقعد يرشح مية في البطن، والمية دي بتخلي البطن بتاعت الست تنتفخ وتبقى حاسة بآلام شديدة لدرجة ممكن تبقى عايقة التنفس بتاعها. المشكلة بقى دي بقى كانت الخناقة زمان بيننا وبين دكاترة البطنة يا دكتور أيمن. زمان دكاترة البطنة ما كانش عندهم علم قوي بقصة الهايبر استيميليشن، فكانوا بيتعاملوا مع عيانة الهايبر استيميليشن دي على أنها الأسايتس بتاعت الليفر، زي تعامل الأسايتس الليفر. حضراتكم تبقوا تدوا لازكس أو الكلام ده. في بعض المرضى، بعض الدكاترة كانوا بيعملوا كده. طبعاً ده يعني بيموت المريض، لأن هو بيسحب مش بس السوائل، انت الصوديوم والبوتاسيوم اللي بيبقى مع السوائل دي بيبتدي يحصل له تأثر شديد في المريضه، في الالكترولايتس بتاعتها بيحصل حاجه اسمها امبالانس. طبعا الدكاتره دلوقتي ويت اند وايز، حتى في الكبد خلي بالك، ده من انا قايلها من 20 سنه، كيب ذا بيشن ويت اند وايز بيتر ذان دراي اند بند، في الكبد فعلا ما بنسحبش بسرعه برضه في مريض الكبد عشان ما يحصلوش مره واحده هايبوكاليميا ويدخل في هيباتيك انكفالوباسي. يعني هو ده التفكير الصح، يعني ان احنا نبقى ايه فاهمين ازاي نتعامل مع الحالات دي، عشان كده الحالات دي لو حصل لها مشاكل احنا بنقول لها اوعي تروحي مستشفى كده عام او مستشفى ما تعرفش ازاي تتعامل معاك، لانه ممكن يضروك. انت عارف ممكن بعض المستشفيات، شفنا مثلا مرضى زي دول دخلوا مستشفيات قبل كده قالوا لها ده انت عندك نزيف داخلي ولازم انت تخشي تفتحي بطنك حالا، وهي طبعا لا عندها نزيف ولا حاجه، هو ارتشاح من المبيض، وهو لو فتح حالا ولمس المبيض المنتفخ ده هيطلعه في ايده، بيبقى فرايبل جدا وهيطلعه في ايده، يعني بدل ما يعالج المريضه هيدخلها في ديزاستر، لانه مش فاهم ماهيه الحاجه اللي هو بيتحك او بيشتغل عليها. دلوقتي بدا نطلع ان احنا حتى نقلل، لو المريضه وصلت للتنفس بتاعها كان مش قادره تاخده قوي، بدا في بعض الاجهزه اللي بتتحط زي البيك تيل ده، زي درين كده بيحافظ ان يطلع الميه دي شويه ونعوض، بس ما نطلعهاش زي ما حضرتك قلت، بنطلعها تدريجيا ونعوض بالسوائل ونعوض بالبومين الالبومين ونعوض بحاجات تعوض المريضه دي عن الالكترولايتس اللي طالعه. الالكترولايتس اللي هي البوتاسيوم مهم جدا. طبعا، لان الحاجات دي لو نقصت عند المريضه هتعمل لها مشاكل كبيره جدا. فبقى خلاص في وعي دلوقتي ازاي اقي المريضه بتاعتي دي من الهايبر ستيميليشن، ازاي احضرها، ازاي اجهزها كويس للحقن المجهري. 90% من الحالات دي بنجمد لهم، نزرع لهم في دورات تانية، وعلى فكره بيبقى نسب حملهم رائعه جدا. ليه؟ لان اصلا تقنيات التجميد عليت عندنا جدا. زمان كنا بنجمد بطرق قديمه كده اسمه سلو فريزنج، وبعد كده رابيد فريزنج، وبعد كده طلعت التقنيه الاحدث اللي هي الفيتريفيكيشن اللي احنا دلوقتي شغالين بيها، اللي بتحافظ على الاجنه بنفس الكفاءه، فالناس عادت بتحمل بالمجمد اكتر ما بتحمل من الفريش. والناس اللي هم عندهم تكيسات بيبقى استقبال بطانه الرحم بتاعتهم افضل في الدورات المجمده، مش في الدوره اللي هي الفريش اللي هي فيها دي. فعشان كده بنقول ايه ان احنا نظبطها كويس ونعمل الكلام ده صح، عشان خاطر ايه نبقى مجهزين مريضتنا كويس، وعشان نسعى للي احنا عايزينه ان المريضه دي تحمل، والحمل بتاعهم بيكون على فكره كويس. والمرضى دول بنقول لهم ده انتوا نسابكم في الحمل كويسه، لان انتوا اصلا بتطلعوا بويضات كتير، بس انا عاوزها بويضات جيده وهديكوا مخزون ليكوا العمر. انت بتطلعي اصلا العاديه بتطلع 10 12 بيضه، انت هتطلعي 20 30، هجيب لك اجنه وهجمدها لك واحتفظ بيها، عمرك ما هتتنشطي تاني. كل ما افكر ازرع لحضرتك هزرع وهحضر بطانه الرحم وهزرع. التجميد قيمته في تكيس المواد قيمه كبيره جدا، لانه بيقيها من النايت مير اللي احنا اتكلمنا فيه. وكتير من المرضى ربنا كرمهم وزرعنا لهم وحملوا بالاثنين والثلاثه، وربنا كمل لهم الحمل، وربنا اراد لهم ان الحمل ده يكمل ويكمل على الخير. يعني كتير من مرضى تكيسات المبيضين اللي عملنا لهم زراعه، لان دول في الغالب بيبقى عندهم استقبال بطانه رحم في الدورات المجمده حلو، فساعات ازرع جنينين يلزقوا، ساعات ازرع ثلاث اجنه الاقي الثلاث اجنه لزقوا. وكنا بعض المرضى بنخيرهم بقى اذا كان نكمل الحمل بالثلاثه او نعمل اختزال، بعض المرضى يقولوا لنا ايه لا كملوا بالثلاثه،
ساعات نعمل لهم ربط ويكملوا الحمل بتاعهم. وعندنا حالات كتيره ولدناها ثلاثات. يعني يستحضرني كان شكل اطفال حلو قوي عجبني. كنا احنا مريضه اتاخرت حمل 11 سنه كامله وعملت اكتر محاوله للحقن، وكانت دخلت عنايه مركزه في بعضهم ان هم برده ما كانتش متحضره جيدا. ربنا اراد وان احنا عملنا لها الحقن المجهري، وبفضل الله تعالى ولدناها في 3 اطفال. يمكن دي صوره للاطفال اللي احنا يعني كان المريضه دي تقريبا لسه مولدينها قريب. ربنا رزقها بولدين وبنوته جميله. يعني بقول للمرضى دول بعد سنين الانتظار ده لازم حضرتك تكوني ايه عارفه ازاي تتحضري جيدا لموضوع زي موضوع الحقن المجهري، عارفه ازاي تمشي خطواتك جيدا. لازم الدكتور اللي بيتابع معاكي يبقى فاهم ازاي بيحضر حضرتك. وشوف ده منظر الثلاث اطفالهم بعد ما طلعوا، والحمد لله تعالى يعني الحمد لله المريضه قدرنا نوصلها للشهر بتاعها. يا دوبك هي وصلت اول التاسع، وربنا اراد ايه ولدت ايه الاطفال الجمال دول. نورتني وشرفتني طبعا دكتور احمد عاصم الملا استشاري الحقن المجهري وجراحات المناظير النسائيه بمراكز رويال. كالعاده بتبدع في الناس الحلوه. يعني انا اللي اتشرفت بتواجد مع حضرتك، ويا رب يكون المرضى والناس المشاهدين بتوعنا اللي بيشوفونا حالا يكونوا استفادوا من الحلقه دي وعرفوا ازاي ايه خطوات التحضير الجيد لحالات التكيسات دي، وازاي ان هم يبقوا ايه يقوا نفسهم من يخشوا الاعراض الخطيره اللي احنا كنا بنتكلم عليها دلوقتي. يبقى التكيس المبيض واحد من المواضيع شديد الاهميه على المستوى العلمي، شديد الانتشار على المستوى البشري، وشديد التقدم على مستوى التقنيات والابداعات، وخصوصا عندما تحتاج المراه الى تدخل بالحقن المجهري. تقف التكنولوجيا وقفه نقدر نقول عليها جيده للغايه عشان تساعد هؤلاء الذين يعانون، وربما في لحظة تشتد معاناتهم لدرجة أنهم ممكن جدا في طريق حلمهم للحصول على طفل ممكن جدا الست تدخل عناية مركزة. خليكم دايما مع الناس الحلوة. الأسنان شيء مهم جدا، وعالم الأسنان عالم سحر. أنا قعدت سنين على ما وصلت أن لا أنا هعمل أشعة مقطعية وأنا بخلع ضرس العقل عشان أنا مش عايزة مشاكل. مريض السكر لازم التراكمي بتاعه ينزل، ما قلتش أبداً إن مريض السكر مش هيزرع. المشكلة بتقابلني في التقويم إن بيجيلي العيان أوريدي مركب الجهاز، الحالة متشخصة غلط ويقول لي صلحي. العالم فيه تقدم كبير جداً في العيادة الأسنان جداً. كتير بقى قوي قوي يجي يشتكي من ضرس ويقول لك انا عملته علاج جذور وطلع خراب وقعد ينزل في مده وحصل وحصل وحصل، ابص في بقه الضرس مش موجود اصلا. مساء الخير، اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ الحمد لله، وحشني والله. هو خايف يوريك سنانه. انا اكتشفت ان موضوع التشخيص موضوع في منتهى الاهميه ومحدش مديله حجمه. هرمون الهبل ده موجود فيك عادي. ملوش اي علاقه بالعقل اللي رايح مسافر ده، مش ملوش علاقه دخلت بس عقل ولا لا. لازم الناس يكون عندها منطق ان الدكتور مش تاجر، الدكتور بيتارجت نتائج اكتر من المريض نفسه. ليه؟ لان انا سمعتي في راحتك. الدكتور إسراء أحمد السعيد، استشاري جراحات الفم والأسنان بكلية طب القصر العيني، ماجستير جراحات الوجه والفكين كلية طب القصر العيني، ماجستير جراحة الفم والأسنان كلية الطب القصر العيني، حاصل على الدبلومة الأسبانية لزراعة الأسنان جامعة سيفيا، عضو الجمعية الأمريكية لجراحين الأسنان. مسؤوليات مريض تجميل الأسنان هو التدقيق في اختيار الطبيب المتخصص والصرح الطبي المناسب الموثوق، بعدها يتحتم عليه التعاون التام والالتزام بالتعليمات الطبية والحرص على مواعيد المتابعة. علاج كل ما حول الأسنان من لثة وأنسجة
وتنظيف الأسنان واللثة دورياً بالعيادة مرتين سنوياً. تناول الوجبات المنتظمة والتقليل من السكر مع شرب الكثير من المياه. الابتعاد عن العادات الضارة بصحة الفم والأسنان زي الكحوليات والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، وطبعاً التدخين. اهلا بكم، عايز اكلمكم على برنيس مارلو. برنيس مارلو دي ممثله يعني اصولها غريبه شويه، هي فرنسيه ولكن لها اصول صينيه وكمبوديه، مش مشهوره كتير لكن هي ممثله فرنسيه اساسا. عملت فيلم عجبني جدا اسمه From 5 to 7، من 5 لـ 7، وهي اتشهرت قوي في فيلم تاني من الساعة 5 للساعة 7، يعني هو فيلم كده اسمه كده، وفيلم تاني اتشهرت بسببه اللي هو طبعا فيلم جيمس بوند. جيمس بوند فيلم تجاري يعني. اللافت نظري في الفيلم اللي انا بحكي لكم عليه ده، طبعا ده مع كريج اللي هو الممثل دانيال كريج المشهور، طبعا دانيال كريج واحد من بينج ستارز العالم. لكن خلينا اقول لكم ان سنانها ليها دور مهم جدا في النجوميات. ده 5 لـ 7، ده فيلم ده From 5 to 7. الفيلم ده المخرج والمصورين والإضاءة ركزوا، هي البنت جميل لكن ركزوا على سنانها. سنانها هي اللي لعبت دور مهم جدا في الفيلم. خطفت عينية احنا عملنا دعاية للفيلم كويسة قوي دلوقتي. خطفت عينية ليه؟ لأن سنانها تبدو طبيعية جدا في الفيلم، والابتسامه كمان فرقت مع السنان، فرقت معاها جامد. ازاي صناع الصوره في هوليود دلوقتي بيهتموا بالسنان؟ بتلعب دور مهم جدا في نجاح الفيلم او فشله. انا فاكر ان انا شفت فيلم مصري مره بدون ذكر اسماء، الممثله اللي بتقوم بالدور الاول في الفيلم سنانها وحشه، سنانها ما كانتش معموله صح رغم انها عامله تجميل في سنان، في اضاءات معينه سنانها كانت بتبان في منتهى يعني اللخبطه، رغم انها عامله تجميل في السنان، تبدو عامله تجميل يعني هي جايه من دكتور سنان، لكن الشاشه والاضاءه والكاميرا بينت عيوب الاسنان كلها. فخلي بالكم سنان تفضح جدا جدا في عالم التجميل. النهارده هنتكلم، عنواننا انا دايما بحب احط عناوين، انا فكرت في عنوان لطيف جدا، امتى ان حد يروح لعياده تجميل سنان ويطلع سنانه اكثر سوءا او مش افضل شكل ممكن. التجميل خطوه لازم تكون مدروسه بدقه شديده جدا، لان تفاصيلها الدقيقه في اللون والتكتشر والشكل والريفليكشن بتاع الاضاءه والطبيعيه والبروز والى اخره، فيها تفاصيل كتيره جدا. واللي رايح يعمل تجميل عايز البرفكشنستيك، عايز الدقة والكمال. حوارنا النهاردة عنوانه كده، عنوانه ممكن أروح لدكتور تجميل أسنان وأطلع حزين؟ ده سؤال مهم. ضيفتي العزيزة اللي بتمتعنا بحوارها دائما دكتورة إسراء السعيد، استشاري جراحات الفم والأسنان وماجستير جراحة الفم والأسنان من كلية الطب جامعة القاهرة، والدبلومة الأسبانية لزراعة الأسنان من جامعة سيفيا. أهلا بيك دكتورة. أهلا بيك دكتورة. عايز أبدأ تجميل الأسنان بالمعنى ده، هل ممكن حد يروح يعمل تجميل سنان يطلع سعلان؟ طبعا وارد. لازم لما تيجي تعمل تجميل لازم تقول للدكتور انت متصور توصل لايه، وتناقش الدكتور في الشكل. يعني مثلا بيجي ناس تقول لا انا عايز سناني كلها تبقى بيضة قوي، انا عايز تبقى ملفتة، في ناس تقول لك لا انا عايزها اللون الطبيعي، في ناس تيجي تقولك انا عايزها كلها فلات قوي كده مش عايز فيها اي تضاريس خالص، ودي شفتها قريب جدا. في حد كان جاي عايز السنان فلات من السطح الخارجي والادج نفسه بتاع الاسنان كله سطر كده، مفيش كده، اسنان لازم يبقى فيه واحده اطول من واحده وفي علاقه ما بينهم والناب وعلاقته بالسنه الاماميه، هي لا انا عايزه كذا. فالتجميل ده على حسب المريض أو الشخص إيه التخيل اللي هو عايز يوصله، فالدكتور لازم يسمع منه طب أنت عايز إيه اللون الشكل، أجيب لك أقرب شكل للطبيعي، طب أنت حابب إيه، علشان لما الدكتور يجي يسلم المريض الأسنان تكون ماتشنج مع الفكرة اللي هو منتظرها. وممكن برضو لو مريض عنده
بيرفكشنزم جامد قوي، او يعني اللي هو ناشد الكمال بالظبط، يعني محسوكين يعني قوي. ممكن يجي يشوف الديزاين اللي الدكتور بيبقى عامله على السارك او على الماشين نفسها، بحيث ان هو يقول تعليقه. ولو اني من الناس اللي بتقول مش الخطوه دي بالخبره، الخطوه دي ما بتفيدش العيان قوي. ليه؟ مش بيبقى متخيل حاجه على الكمبيوتر شكلها ايه، وما بقاش عارف مين السنانه الاماميه ومين الخلفيه، لان الراس نفسها بتلف على الكمبيوتر، مش بيبقى متصور. لكن هو لو قال لي تصوره ايه اطلعه له زي ما هو عايزه، لكن لو هو شافه مش مستوعب الابعاد ديت شكلها ايه والشكل الطبيعي ايه. يعني انت عندك السن قد كده، انت على الكمبيوتر بتشوف السن قد كده، انت مش هتبقى متصور الشكل مظبوط. فلازم الدكتور يسمع المريض هو حابب يوصل لايه، علشان يوصل ما يعديش المريض ما يعديش سقف احلامه، يعني ما يعديش قوي بالفكره وقد تكون مش مناسبه ليه. ولازم الدكتور يبقى مستوعب عشان يحاول يقرب له اللي هو عايز يوصل. الناس ساعات بتتسرع شويه، بيبقى عايز السرعه، خصوصا ان في دلوقتي ترند اللي هو تعالى تعمل تجميل في خلال يوم. اي حد عايز السرعه. بس انا ببقى ليا دور، يعني مثلا انا لو سنانك كلها مجرد ان انت بتحط فينيرز او كراونز، وما انتش عامل علاج عصب، وما انتش عامل عمليه تجميل في اللثه، ما انتش شايل العظم، مش ناحيه اللثه، مش عامل عمليه تانية، تستلم في يومها مش تاني يوم. لكن لو عامل الخطوات دي بتقابل مشاكل. زي ايه؟ لو انت عامل عمليه نحت لثه او شايل العظم بطريقه معينه عشان تطول السنان او تدي شكل جميل للثه على الاسنان، والعمليه دي في بعض العمليات الالتئام الجرح ممكن ياخد اسبوعين ثلاثه، لان دي بتبقى عمليات عمليه بتدي شكل مختلف تماما عن المريض داخل بيه. ازاي انا اسلم قبل كده؟ لو سلمت قبل كده هيحصل اكتر من مشكله، اللثة هتبقى مضغوط عليها وهي لسه عامل عمليه، تاني حاجه اللثة هتبقى بتنزل دم وانت شغال، الدم دوت لو نزل تحت طربوش يا اما هيفصل الفينير او الطربوش دوت من اللزق وهيجي لك بعدها بيوم فصل، يا اما هينزل تحته ويديك لون احمر تحت الطربوش قلب على لون بمبة او على لون مش اللي انت متصوره خالص. مع سنان اماميه بقى مع سيده الامور بتبقى اكثر تعقيدا. احنا عملنا ليه او وصلنا للمرحله دي ليه؟ علشان السرعه المبالغ فيها اللي مش في وقتها. لو كل حاجه عاديه ما انتش عامل عمليات، ما انتش يعني مثلا يجي عيان عامل علاج عصب ومنظف خراج وبينزل فيه صديد وي وي وي، انا عايز استلم بكره النهارده امبارح، لا هو مش صح. ليه؟ احنا مش متاكدين ان احنا القنوات ديت خلصت كل الصديد وبقت مطهره 100%، ادينا يومين ثلاثه حتى. السرعه مش في كل الحالات كويسه، لازم يكون الطريق قدامك منور وفاضي عشان تجري، لكن تجري في طريق غلط العيان هيزعل والدكتور هيندم. الطريق الاول للتجميل هو التقويم. التقويم ملوش علاقه بالسرعه بقى، التقويم ده عايز صبر. لا ليه بيجي ناس تقول لك اعملي لي التقويم اللي بيتعمل في اسبوعين؟ ما هو في حاجه اسمها التقويم بيتعمل؟ ما انا برضه بسمعها زيك والله. لا ده انا اول مره في كده. هقوم ايه؟ هو ما لحقش يعني، هو اسبوعين هو ما لحقش. تعرف التقويم ده بيبقى عباره عن ايه؟ ان انت بتحرك السنه. تخيل انت لو مسكت سنتك وحركتها هتتوجع جدا واصلا مش هتتحرك معاك. طب تخيل ان انت بتوصل بيك ان انت بتحرك مجرد ما السنه تتحرك ده معناها لازم تشال. تخيل بقى ان انت بتحرك السنان بالتقويم، بتصفرها، سنه جايه من سقف الحلق لقدام، ناب جبته من المناخير نزلته وصفرتها طريق طويل. طيب انت متصور الاحمال اللي اتحطت على السنه دي عاليه قد ايه؟ عاليه. طيب ليه السنان دي ما اتخلعتش؟ طب مش انت لما بتيجي تخلع سنه بتمسك الكماشه وبتحط الضغط على السنان عشان تطلع؟ طب ما هو ده ضغط اعلى منها او زيها، ما اتخلعتش ليه؟ علشان انت بترفع الاحمال جرادولي بالتدريج. ولما تيجي تنزل بتنزل بالتدريج، وبتبقى حاسب العظم اللي حوالين السنه ده قد ايه والسن بتاع المريض دوت قد ايه. فان انت تعمل تقويم في اسبوعين هاو كم، انت عندك مبدئيا اول 3 شهور انت بترفع احمال، ما بتشتغلش حاجه خالص، بترفع احمال بس كده. ازاي توصل بقى ان انت ترفع الاحمال وتخلص في وقت قليل؟ يعني ما فيش منطق يقول ان في حاله تقويم ايا كانت سهولتها تخلص في اقل من 6 شهور، وبالذات التقويم الثابت المتحرك ممكن حاجات تخلص في وقت قليل في الاطفال.
فالحاجه الموضوع ليه وزنه، يعني ليه 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 حاجه دراسيه، مش كل واحد يقول لك فلان عمل في وقت انا عايز زيه خالص، ما تجيش. كل واحد هو حاله منفصله بتشخيص منفصل، وعظمه حاجه تانية. العظم كمان ده فكره تانية خالص، انت ممكن تبقى الحالتين زي بعض، العظم ده كواليتي، العظم ده كواليتي تاني. التثبيت الداخلي، يعني هنا مثلا في الفيديو ده بيوضح ايه هو التثبيت الداخلي وايه اهميته وبيتعمل ليه وازاي وكم جهاز. انترنال فيكسيشن. انترنال فيكسيشن، او انت بتعمل او انا بعمل لكل فكه جهازين، واحد داخلي واحد خارجي. ليه؟ علشان لو دوت جرى له حاجه دوت يعمل له سبورت. كل ده مش 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 بيتطبق على كل الناس. في ناس تيجي تعمل لها تثبيت ويجي بعد ما يخلص مع الدكتور يشيل بس التثبيت، الحاله ترجع زي الاول. يجي المريض يقول لك طب ازاي ما انا عملت، لان في سبب يخلي الاسنان دي ترجع وتفرق تاني. لازم السبب دوت الدكتور يبقى عارفه باي اكسبيرينس، وبرضه بالمذاكره. يعني مش هينفع ان اي واحد يشتغل اي برانش في طب الاسنان، لازم يبقى عارف نوع الجهاز. يعني دوت مثلا جهاز ريتينر خارجي، الريتينر دوت فيه معدن، فيه زيه بيتعمل شفاف بتكنيك تاني خالص. طب ده هينفعك ولا ده؟ مفيش حاجه اسمها هو ده الجهاز اللي بيركب لكل الناس مع اختلاف مقاسه، لا، كل حاله هي فكره منفصله. في ناس مثلا تعمل لها تقويم تيجي تقوم فاتحه فراغ في خط النص يدي شكل وحش، يروح لدكتور تاني يقول له لا ده انت محتاج تقويم عشان تقفل الفرق او الفلق ما بين الاسنان. يقول لك طب ده انا لسه شايل جهاز التقويم، ده حصل ليه؟ عشان في الوتر الشفوي اللي موجود في الشفه من جوه، لما ترفع الشفه كده الوتر ده كان المفروض يتاثر شويه او يتقص، عشان هو داخل ما بين السنتين، كل ما تتكلم فالشفه تتحرك فيفضل الوتر دوت رايح جاي يفتح مسافه. تقويم كان معمول حلو والدكتور عامله كويس، بس هو ما لقطش التركايه دي. احنا شغلانه فيها تريكس، يعني انت بتذاكر ويل اند جود، البراكتس بقى ان انت بتمارس طب الاسنان دوت، التركات دي اللي بتخلي الحاجه تعيش وما يحصل لكش مشاكل. اللثه الناس بتهتم بيها في وسط المعمعه دي، اللثه دي لا لا تيجي الحوار عليها، طب هذا خليه اخر حاجه. ايوه ركب لي بس الطربوش. طب ما هو ركب الطربوش ازاي ما انا عندي اللثه كتيره قوي مغطيه جزء كبير في السنه، فهعمل ازاي طربوش قد كده؟ ما هو انا لازم افتح مسافه علشان الطربوش دوت يبقى راكب على السنه. انا السنه عندي 2 مللي، احط الطربوش فين؟ تعرف امتى اللثه الناس تهتم بيها؟ امتى؟ لما تدخلي مطعم وتلاقي المطبخ نظيف زي المطعم. احنا عندنا مشكله في مصر اسمها اللي مش متشاف، او اللي يبين للناس كانه مش متشاف الناس ما بتهتمش بيه. ادخلي اي كافيتيريا عايز تعرف الكافيتيريا دي نظيفه قوي ولا لا، روح المطعم بتاع الكافيتيريا اللي هو مستخبي جوه اللي في اخر الكافيتيريا، هتلاقي المطعم ده مثالي وحش. يعني لو حلو يبقى الكافيتيريا ديت توب، في الغالب هتلاقيه وحش، هتلاقي الحاجه مرميه في الارض وهتلاقي الدنيا بايظه وبتاع. اللثه والاسنان نفس الفكره، نفس العلاقه. شوف التعبير دوت الحاجه المتغطيه ادخلي بيت، ادخلي بيت عايزه تعرفي الناس اللي في البيت دول مهتمين بنظافه، مش الريسبشن، الاوض. الاوض ادخلي، ما هي دي اللثه، هي دي هو ده اللي هنعمل فيها تجميل. هو كلامك فعلا، دايما الناس بتهتم بالحاجه اللي ظاهره، الحاجة اللي مش ظاهرة الناس بتستبعدها. يعني يجي مثلا سنانه كلها فيها مشاكل كتير 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 كتير، يقول لك اعملي بس ابتسامة هوليود أو طرابيش على الستة الأماميين. أيوه طب حضرتك هتاكل ورا ازاي؟ ده في سنان مفتوحة ومخرمة والدنيا جوه يعني مش مظبوطة خالص. يقول لك معلش بس المظهر الخارجي. لا، هو الناس لو تيقنت فكرة إن لازم جوه يبقى زي بره هم هيرتاحوا كتير. اللثة هي الشاسيه اللي شايل، ما ينفعش. يعني سي دي حالة بنوتة، الصورة اللي فوق دي عندها اللثة لونها رمادي أو أسود، هي طبعا مش مدخنة، دي جينيتك بالظبط، جينيتك راسيزم. البنت دي طبعا متأثرة جدا ومش عارفة تضحك ولا تتكلم ومتضايقة جامد يعني من شكل بس اللثة. طيب احنا عايزين نحل لها المشكلة، الموضوع اصلا ابسط من ان هو يضايقها ويعمل لها مشاكل نفسيه. هنعمل ايه؟ هنعمل توريد للثه. انت كده جبت الاوبتيمم،
عملت لها شكل رائع. بس هي عايزه فينير بعد كده لما تكبر شويه. صغيره هي صغيره بس كنت بحل لها المشكله. بتاع اللس. يعني مش صغيره قوي يعني مثلا بتتكلم في 16 سنه مش ماشي صغيره لما تكبر يعني شوي. تكبر شويه بس هي دماغها كلها مركزه على التصبغات اللي لونها رمادي اللي في اللثه. مجرد ان انت بتعمل لها دي بيجمنتيشن او بتعمل لها توريد للثه يعني بترجع اللون الوردي اللون الصحي بترجعه تاني. الابتسامه دي اسمها ابتسامه هوليود. انت كده عملت ابتسامه هوليود. ابتسامه هوليود في الحاله دي اللي هو ايه؟ ان انت وردت اللثه وشلت الحاجه اللي مخليه شكلها مش حلو. ابتسامه هوليود على فكره ده مصطلح، ده مش جهاز. دايما الناس تقول لك اديني ابتسامه اعمليها لي تكلفتها كام، ده مصطلح، ده مش جهاز بتاخده في ايدك. يعني الحاله دي كده اسمها عملت ابتسامه هوليود لانها شالت الحاجه اللي مديه الشكل الوحش. لو احنا الحاله ديت متضايقه من الفراغات وانس ان انت ركبت لها فينيرز انت كده عملت ثابت هوليود. ان انت وصلت الحاله من الوضع اللي بيضايقها للشكل المثالي هو ده ابتسامه هوليود. هتيجي معاك بتقويم، هتيجي معاك بزراعه، هتيجي معاك بتوريد لثه بالليزر في 10 دقائق بتطلع باللثه لونها وردي انت كده عملت ثابت هوليود. فالقصه كلها في ان الناس تستوعب يعني ايه ابتسامه هوليود وايه اللي انا عايز اوصل له. الموضوع هيكون سهل جدا. الفينير هي نجم نجوم التجميل وهي الجالس على عرش التجميل ربما بقوه شديده، وياتي بعدها الكراونز، لكن معظم الجيل الجديد عايز يعمل فينير. الفينير ما بين انه فعلا طفره في عالم التجميل، لكن الجانب الاخر حمل ربما ما لا طاقة له به أو وضع في غير موضوعه في كثير من الأحيان، والنتيجة كانت حالات تجميل غير جيدة في الوظيفة مش في الشكل. مظبوط. أقول لك التركية أو الـ 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 الحاجة اللي فيها خبرة إيه؟ الفينير موضوع سهل، إن أنت تخشن السنان وتطلع الشكل المظبوط وتبدأ إن أنت تتعامل مع السنان دي مش بأجهزة كات كام ومش بأجهزة دقيقة، انت عملت الشغل العادي. بتبقى ايه المشكلة بقى؟ ان انت بتيجي تحط الفينير على السنة ما بيكونش أدابتد 100% لان انت مش عامله على كمبيوتر، مش بيقفلك كل الفراغات، مش بتشوف الشكل النهائي ايه وهو وانت على الكمبيوتر. ينتج عنه ان انت بتحط الفينير تيجي تحط ايدك من فوق تلاقي صباعك او ضفرك داخل شلفنج. ده معناه ان في اكل بيدخل شلفنج. برافو عليك. ده معناه ان اللثه دي شلفنج جاي من شلف اللي هو يعني رف. في رف في رف فالاكل هيقف بالظبط كده. ده هيعدي، ده رف وفتحه. يعني كده احنا هنعمل ريحه، التهاب في اللثه، الفينير دوت لازم هيطلع من مكانه وتكتشف ان تحته في خناقه. كل دوت حصل ليه؟ علشان احنا ما عملناش الحاجه دي بدقه، اتعملت مش بحد هايلي بروفيشنال، اتعملت بطريقه مش مظبوطه. عشان كده الفينير لازم يتعمل صح والا هتخسر السنان اللي تحته. فمثلا حاله زي كده طبعا هو متضايق جدا من شكل اسنانه ومن لونها ومن كل التفاصيل اللي احنا ملاحظينها. طيب احنا وصلنا بيه لايه؟ هوريك مثلا احنا وصلنا بيه لايه والتكنولوجيز اللي اتعملت. احنا عملنا الفك العلوي بس الاختلاف يعني بص يعني 100% 100% ان احنا نوصل للعلاقه. وبرده الناس لازم تستوعب السنتين الاماميين بيبقوا قرب طول الناب، السنه اللي ما بينهم بتبقى اقصر. العلاقات دي لما بتتعمل صح بتدي شكل في الاخر جميل. بتيجي بعض الناس تقولك لا انا عايزه السنان كلها تجزيها لي كده مسطره كده بالعرض كده، مش عايز انا اشوف فروق في الاطوال، مش عايز الناب يكون ليه تب، انا عايز السنان تبقى. الناس دي صح انها تتفرج علينا كتير، لما يتفرجوا كتير هياخدوا بالهم، هيتعلموا العيون العين تتعلم. الحاجات دي بتخلي الشكل وحش، بتلاقي نفسك تعبت واتكلفت ورحت وجيت وفي الاخر وصلنا لايه؟ وحش. في برضو ناس العكس يقولك انا عايز الانياب حاده وطويله، يعني التب بتاعت الناب شارب تنضغ الاكل، انت برضو خرجت للاكستريم برضو الشكل هيكون وحش.
فالقصة مش إن أنت تروح تعمل فينيرز، القصة إن الفينيرز تطلع حلوة ومناسبة لشكل الوش اللي شغالين عليه وللجنس بتاع المريض، ست ولا راجل، الطفل يعني سوري شاب ولا في الاعتبار، لازم تاخد في الاعتبار حتى ست ولا راجل دي، لان انا بشوف يعني ولاد عاملين سنان فيها الرسمه البنوتيه نعمه، دي نصيبه سودة، وسيدات، ودي لسه قريب جات لي السنان حاده جدا، حتى يعني دي سنان راجل خالص، مش سنان البنت سنان وسنان الراجل سنان. الفروقات في مره لازم نعمل حلقه كامله على الفرق بين الاثنين، الفرق مع السن. وعلى فكره هو المريض ممكن يعرف الفرق من غير ما يدرس اصلا. ازاي؟ شكلك حلو ولا لا؟ لما بتبص لنفسك في المرايه بتقول الله ولا بتقول يا ساتر يا رب؟ مش كل التجميل تبص في المرايه وتقول الله، لازم يطلع صح. لو طلع صح فعلا هتبص وتقول الله. فلازم التجميل يبقى مرضي، لازم يكون مظبوط علشان المريض يحس ان هو فعلا مشي طريق وانبسط. لازم لما تعمل تجميل ما يبقاش الفينيرز مطلعه ريحه مش كويسه. ما ينفعش تعمل تجميل في الاسنان واللثه فوقها حمراء زي الدم بالدوائر او بالفستونز اللي حوالين السنان. ده لو حصل ده معناه ان في شيلفينج او في مشكله في الفينيرز اللي انت عاملها، دي معناها انها تتشال وهنجيب من الاول. علشان بس ما حدش يتصور ان احنا الشلف ده ننيمه، لان انا سمعت صنفرهولي، ما يتصنفرش، ده هيتشال يترمي ويتعمل غيره، فهمني؟ فان شاء الله لو الناس استوعبت الحاجات دي هتعمل التجميل اللي يخليها فعلا مبسوطه. هل الفينير ليها مده صلاحيه ولا لو اتعملت صح؟ لا بتكمل، بس تعمل صح ونمشي على الانستراكشنز الصح. لكن احنا هنعمل حاجات اكستريم، اكيد هيبقى اللي يكسر الطبيعي يكسر الصناعي، دي رول. هنفتح ازازه حاجه ساقعه عليه، ما نتكلمش، ما نقولش الفينير عمره قد ايه خالص، نفتحش الموضوع ده خالص خالص. انا شفت في حياتي لحظات صادمه زي كده، اللي هو حد مثلا ماسك الحاجه الساقعه بندور على فتاحه، طب هات كده، قلت ايه يا عم، ايه يا سيدي. لا، وفي دلوقتي حد بيرسم مقاس التحكيس او شنطه او بتاع. انا شفت اللي عملها في ميل، انا شفت واحده اللي عملت الحركه دي بس قويه. واحده اللي فرحت فاتحه رحت جاي مخضوض، انت بتعملي ايه؟ طيب ما هي السنه بقى او الضرس لو اتكسر وهترجع تقول لك اصل الفينيرز او الكراونز بتتكسر. لا، احنا عندنا باد يوز، فاحنا لو مشينا على الانستراكشنز الطبيعيه مش هيحصل حاجه، لكن احنا لو مشينا على حاجات غريبه، حاجات ناشفه غير منطقيه ونكسر وندغدغ، لا مش هتعيش. نورتي وشرفتي وابدعتي. سي دكتور ايمن، ضيفتي العزيزه التي ابدعت في حوارها الممتع النهارده. لكن احنا حطينا كمان في الاجنده بعض الحوارات المهمه جدا 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 في التجميل، كيف نفرق بين ست وراجل، بين نفرق بين شاب عنده 25 سنه وبين راجل عنده 55 سنه، بين ممثل بيمثل ادوار جان، بيمثل حاجات وقدامه اضاءه عاليه او اضاءات والى اخره، وبين رجل بيشتغل في مركز حساس، سفير مثلا. هناك فارق كبير جدا بين ده وبين ده في التجميل. الفروقات دي فروقات بالملي، لكن بترفليكشن العين او نظره العين بتختلف. الست غير الراجل. اوعى حد فيك ويعمل سنانه يكون راجل يعمله شبه الستات، او العكس. العكس هيبقى منتقد، لكن لو انت عملت شبه، لا ده مش هيبقى منتقد، ده هيبقى حاجه، لا ما ارجوك راجع نفسك. ضيفتي العزيزه دكتوره اسراء السعيد، استشاري جراحه الفم والاسنان وماجستير جراحه الفم والاسنان من كليه الطب جامعه القاهره، صاحبه الدبلومه الاسبانيه لزراعه الاسنان من جامعه سيفيا، امتعتنا في حوار ممتع جدا ونورت الناس. ميرسي يا دكتوره، خليكم على الناس الحلوه. اهلا بكم، يوم مهم جدا في عالم السمنه، في عالم جراحات السمنه. اوعوا تفتكروا انه العمليه سحر، بس هي سحر بصراحه يعني، بس حتى السحر نفسه له عوامل عشان ينجح، عوامل مرتبطه باكثر من فاكتور. هي شركه طبعا، المرحله الاولى هي في ايد الجراح، جراح متميز هيعمل العمليه بامان، العمليه هتطلع جيده. لكن في محطات تانية في إيد ناس تانية، في إيد المريض
هنفهم ازاي؟ في ايد فريق العمل، لانه فريق عمل التغذيه بيكمل، فريق العمل النفسي له دور مهم جدا، المساعدين للجراح لهم دور مهم، المستشفى لها دور مهم. لازم نفهم الادوار دي اللي بتساعد في ان العمليه تصل الى ذروه النجاح. اللعبه جماعيه. ضيفي العزيز المبدع دائما والذي يمتعني بحواره الذي بالتاكيد يمتلئ بمعلومات علمية دقيقة للغاية، وأكيد بيبقى شرف لينا وجود واحد من ميجا ستارز عالم جراحات السمنة، هذا العالم الراقي جدا في مصر، وبالتأكيد واحد من نجوم عين شمس، الأستاذ الدكتور كريم صبري أستاذ جراحات السمنة والمناظير، الأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس والمدير لوحدة جراحات السمنة بمستشفى وادي النيل، وزميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، عضو كلية الجراحين الأمريكية، والحاصل على أعلى تصنيف جودة دولي في جراحات السمنة SRC، ضيف العزيز والقيمة العلمية الكبيرة، أهلا بك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. نورني. أهلا وسهلا. اللعبة جماعية مش كده؟ طبعا طبعا. في البداية يعني أحب أن أحيي حضرتك وكل السادة المشاهدين وكل فريق العمل. الحقيقة طبعا ده مهم جدا، هو الجراح في إيده يمكن كل الكلو، يعني هو قائد التيم اللي بيقوم على إنتاج يعني أو عمل عملية موفقة. ودايما بقول للعيان احنا العملية فيها جزء كبير منها جوه العمليات، يعني هي الضربة الكبيرة جوه العمليات بتخديرها بالمصطلحات الطبية الأحدث في العالم بتقنيات حديثة بأوض عمليات مجهزة، ويتبقى حاجات ما بعد العملية زي فريق التغذية وما قبل العملية من دكاترة مساعدين بفريق عمل متكامل، إن هو يحضر العيان بصورة متكاملة واختيار نوع عملية موفق، وبالتالي هي سايكل يعني أو يعني مجموعة حاجات بتؤدي إلى النجاح. يعني افترضنا أن أنت جراح محترف ومعك طقم تخدير على غير دراية بأنواع جراحات السمنة، ما هو يعني هو العيان بتاعك في الآخر، يعني هو العيان اللي عنده مشكلة في التنفس أو الرقبة بتاعته قصيرة أو عنده مشكلة في وظائف متعلقة بالكلى أو الكبد في فشل معين أو أحيانا بيبقى في فشل في القلب يعني مرتبط بالسمنة المفرطة، كل دي حاجات دكتور التخدير لازم يكون عنده احترافية شديدة. ودي بتبان إحنا يمكن دكتور يعني في بعض المستشفيات بيبقى فيها أساس تخدير متخصصين، يعني تحيات الدكتور طارق سعيد رئيس قسم التخدير في مستشفى طبعًا. شفاء التجمع بيقول لي احنا بنشتغل تخديريا وجراحيا اصعب الحالات اللي هي بتبقى انا مش عارف يعني اللفظ ده ينفع اقوله ولا لا، ان هي يعني الحاجات المعقده في السوق او يعني خلينا نقولها يعني الحاجات اللي هي تخديريا صعبه جراحيا صعبه، يعني تجيلي وتقول له حاجات كريتيكال جدا يعني انت حرجة. يعني انت عمليه التكميم اللي هي في تلت ساعه والعمليه تحول مسار اللي بتعمل في اول مره مش ده الصعب، يعني احنا بنتكلم في عمليات الاعاده بتاعه الاصلاح، الاوزان فوق 200 و300 كيلو والحاجات اللي فيها صعوبه في التنفس، صعوبه في تركيب انبوبه، عنده مشاكل صحيه يمكن بننيم حالات عندها فشل كلوي على يعني غسيل اسبوعي، حالات بيبقى الاجكشن فراكشن بتاع القلب اقل من الطبيعي بمراحل، يعني كفاءه القلب قليله قوي ان هي تستوعبها اي مستشفى. طيب انت بقى بتشتغل الحاجات دي بارتياحيه ليه؟ يعني لانه المكان مجهز، انت مش هتزنق في كيس دم ولا هتزنق في رعايه مركزه للقلب ولا هتزنق في رعايه صدر ولا رعايه يعني قصدي انت عندك المكان مجهز، عندك واحد وزنه 300 كيلو 400 كيلو انت ما عندكش مفاجاه ان ترابيزه العمليات بتاعتك مش مؤهله انها تستقبل وزن ضخم، عندك حاله اعاده اصلاح، ما عندك دباسات حديثه تستوعب اي نوع من الجراحات، فطبعا هي مجموعه متكامله. زي ما قلنا الجراح المحترف مش بس يعتمد على نفسه، لا يعتمد على فريق تخدير كويس، عندك دكتور مساعد انت بتشتغل في كم كبير من الحالات بتشتغل بصوره يوميه، لازم يبقى عندك تيم مساعد يساعد في ان هو يترجم كل كلمه وكل قصقصه ورقه العيان بيقدمها في التقارير بتاعته ما قبل العمليه في التحضير، يعرف يجاوب يعني ما فيش حاجه تقع منه، لانه عيان السمنه من العينين الفراجايل اللي هو فيه مشاكل قد تكون مخفيه احنا لازم نطلعها، كل كلمه في الادويه اللي بياخدها لازم تتراجع كويس جدا، كل فحص انطلب لازم يتبص عليه كويس قوي، فطبعا التيم الجراحي المعاون طبعا مهم جدا، يعني
حتى طاقم الـ 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 العاملين اثناء العمليه نفسها محدش بيتكلم. فريق العمل اثناء النص ساعه اللي هو بيعملها ما بيتكلمش كلمه، كل واحد عارف دوره مظبوط، زي يمكن تيم اللي شغال يمكن فريق العمل بتاع حضرتك هو فريق ساكت ما بيتكلمش، هو عارف خطوه واحد اثنين ثلاثه، كل واحد ماشي هو نفس ده، هو ده اللي عندنا، ويمكن ده في كل المجالات المدربه على اعلى مستوى، كل واحد عارف يعني هيعمل ايه في وقت ايه، فما بيضيعش وقت خالص. المريض نفسه جزء مهم، ازاي نعمل له عمليه، نقيل نوع العمليه ايه، ما بعد العمليه هو نفسه هيلتزم ولا مش هيلتزم؟ مهم جدا، مهم جدا اختيار نوع العمليه، اختيار المريض نفسه اللي هي يعني احيانا يجي من ضمن العيانين عيان طبعا زي يعني يمكن من ضمن الحاجات اللي هي يمكن حاجه من الشخصيات المهمه، امبارح كنت بقعد معاه، هو 67 سنه، وزن 160 كيلو، وهو محب يمكن للبرنامج بتاع حضرتك والله بشده، يعني كان يمكن كلمنا امبارح في انه بيتابع كل الحلقات، قاعد بيكلمني في انه عايز يعمل العمليه الاقوى، ما الاقوى مش نافعك يعني، فمش هتعرف تعمل تحويل مسار بعنف، احنا سننا 67 سنه، عندنا حاجات طبيه مصاحبه، امراض ثانيه طبيه غير السمنه المفرطه تمنع من عمل عمليه زي تحويل مسار، فاحنا هنعمل بس تكميم معده، عمليه ادخل في 20 دقيقه اعمل العمليه اخرج تروح بيتك بعد 12 ساعه. انا مش محتاج اكبر الموضوع في عيان طبعا ربما حالته الصحيه ما تستوعبش العمليه، يعني هي مش الحاجات ما تتاخدش طبيا بس، هي تتاخد طبيا وعلى النظره العامه بالخبره العامه ده يناسبه ايه، يعني احنا بنختار الحاجات، فالمريض المناسب ان احنا نختاره العمليه المناسبه ده يعني عايز خبره عنيفه، انا مش داخل بس اقص معده زي تكميم المعده دي، اقص المعده كده وخلاص في كل عيانين، او اعمل تحويل مسار في ايه المقاسات اللي انت عايز تقيس عليها، تتكبر المعده تصغرها، العيان ده عنده مشاكل قبل العمليه ارتجاع يمنعه من عمل تكميم معده فتقوم تعمل له تحويل مسار، طب اعمل تحويل مسار معده مصغر ولا اعمل تحويل مسار معده كلاسيكي، طب في عمليات احنا بنبعد عنها ما نعملهاش، طيب يعني في ادويه معينه تمنع يعني عيانين يعني سيستميك لوبس الناس اللي ماشيه على الكورتيزون بجرعات عاليه تعمل لهم ايه؟ العيان اللي عنده التهابات في المعده ما عندوش حموضه تعمل له ايه؟ طب العيان اللي عنده حموضه وما عندوش التهابات في المعده تعمل له ايه؟ العيان اللي عنده مشاكل في القناه المريريه السابقه تعمل معاه ايه؟ يعني كل في حالات ماشي عيان ماشي على كورتيزون بجرعات عاليه طب ده تعمل له ايه؟ يعني في حاجات ما تتقالش الا لحد خبير في الجراحه، حد خبير ان هو يديك، لان مش كل العمليات تناسب كل الناس، مش كل الناس عمل لهم تكميم، ولا كل الناس عمل لهم تحويل، ولا كل الناس ركب لهم بالون، ولا كل الناس عمل لهم شد بطن او شفط ضوء، يعني كل الناس كل حاجه لها حاجه مناسبه، وده تراكم طبي علمي يعني محتاج طبعا تقدمه للعيان بحيث يستفيد. الطبيب كورنر مهم، في اربع كلمات بتدور حول الطبيب، اولهم كيفيه الاختيار، الخبرة إزاي لها دور، مع الخبرة كمان هل الخبرة تغني عن التكنولوجيا ولا التكنولوجيا تغني عن الخبرة ولا الاثنين لازم يكونوا متوفرين، فريق العمل وطبعا شركاء النجاح التخدير، خمس حاجات. الحقيقة هبتدي بأول حاجة فيهم أنه الجراح المحترف يغني عن التكنولوجيا الحديثة، يعني التكنولوجيا الحديثة لوحدها ربما يعني ما تأديش الدور اللي هو، أنا عندي قدرة إن أنا أعمل تحويل مسار من غير دباسات، أنا ما بستفزش والله الناس، بس ده عادي، يعني قصدي إن أنت عندك القدرة، مش بنعمل كده يعني، إحنا ما بنعملش كده، بس أنت عندك القدرة يمكن يحصل منك ميس فاير، أحيانا كان زمان يحصل الدباس تضربها يقوم الغيار فاتح، هتعمل إيه يعني؟ هتقعدوا تخيطوا وتاخدوا ورز وتخيطوا، أنت عندك المهارة الطبية اللي أنت تعمل بيها الحاجات اللي كانت بتعمل بيها الديستال جاستريكتومي وتعمل الهاند سوينج اللي كانت بتعمل قبل الدباسات بالظبط، يعني تقدر تعملها، يعني اقصد ان التكنولوجيا الحديثه تسهيلا للوضع بيدي رفاهيه بيدي سرعه للوقت بنوفر وقت سيفتي اعلى كل حاجه نقدر نضيفها طبعا هتفيد، لكن اقصد ان الجراح المحترف يمكنه الاستغناء عن التكنولوجيا الحديثه، مش لازم يعني تبقى يعني مش لازم كل الناس تشتغل بالسمارت ستيبلر زي الحاجات اللي احنا يمكن شفناها يمكن صورنا بالدباسات الالكترونيه والحاجات الجميله اللي هي التقنيات الحديثه بتشتغل بالكمبيوتر تقيس السمك، يعني في دباسات زي دباسات الباورد دي بتتعرض دلوقتي بتقنيات زي جي اس تي فيها
بتساعدك. انت يعني لو عايز جي اس تي او تراي ستيبلر تكنولوجي اللي هو بيدبس باحكام ويمنع نزيف ويحافظ على ما يعملش تسريب، ما انت تاخد غرز. لو انت جراح خبير ممكن تاخد الهاند سوينج سوتشرز، زي تقنيه اسمها الاومنتال فيكسيشن اللي احنا بناخد طبقه دهون نقوم مخيطها بفول سيكنس بغرز حوالين المعده. فالتقنيات الحديثه بتزود الامان بصوره كبيره جدا، بتقلل عليك لود انت في اثناء العمليه. اتمنى ان انا اشتغل بالدباسات دي، بس طالما كل ما 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 بتستخدم كل حاجات فيها تكنولوجي على كل، فعلا التكلفه ما بتزيد على يعني على العيان. يعني طبعا مش لازم نستخدم كل التقنيات الاحدث في كل الناس، لكن انا تمنيت طبعا في بعض المستشفيات الخاصه بيا انا لازم اعمل باعلى التقنيات الحديثه، لكن ما افرضش على كل الناس ان يعمل بده، يعني مش لازم طبعا. فريق التخدير من الـ من الـ من الـ 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 يعني الباك بون بتاعنا اللي هو احنا طبعا ما نقدرش ان احنا نشتغل من غيره، وبقوي قلبنا، لان انت ممكن يجي لك 10 عيانين فيهم خمسه فيهم مشاكل. انت لو ما عندكش تخدير كومبتنت وقادر ان هو يتعامل مع الحالات الصعبه ويتعامل مع المشاكل الصحيه المصاحبه، انت ممكن تاجل خمسه منهم وتشتغل خمسه بس. لكن فريق التخدير اللي هو عنده قدره عاليه يقدر ينيم اي عيان بكفاءه عاليه جدا بعد تحضيره، طبعا تحضير كافي، ويكون موفر له ظروف الامنه اذا حدثت اي مشاكل يعملها. عيانين كتير بيجي يعني باوزان ضخمه، عنده مشاكل في التنفس اثناء النوم، طبعا كل الوزن ما كسر 200 كيلو، انت طبعا بقى عندك مشاكل في التنفس اثناء النوم 100%، بيبقى في شخير اثناء النوم، طب ده تنيمه ازاي؟ وفي ناس تمام بيبقى يعني اوزان اعلى من كده كمان، تلاقي الرقبه بتاعته مش كده، ده كان 200 فوق ال 260 كيلو 260 260 كيلو ما شاء الله. وعلى فكره لسه بينزل ده، احنا يعني يمكن التصوير ده كان لا، بس في شوف الفرق، حاجه جميله جدا، ده انسان رشيق يعني، انسان طبيعي عادي، ما حدش هيقعد يبص له في كل حته، حاجه جميله جدا. غير صحته دلوقتي شيء مختلف تماما. استاذ محروس افتكر من طنطا كان عامل عمليه موفقه يعني، وربنا يوفقه ان شاء الله يكمل على خير وينزل وزنه بصوره فعاله، هو شاب جميل ويبتدي حياته، بنات جميله جدا. وفي اوقات طبعا طبعا مش شاطرين في التصوير، لانه احنا ما بنقدرش نصور كل عينين طبعا، ولا بنقدر ان احنا اللي بيبقى حابب ينقل تجربه بيصورها، واحيانا تلاقي العين بعد شهرين جاي عايز يصور ديتاليات، يعني قصدي في المتابعه معينه او يجي بعد سنه. احمد سالم انا اعرفهم بالاسم لان طبعا دول اصدقائي بعد كده، يعني اللي فات ده احمد سالم، نشوف اللي فات تاني. احمد سالم من اسكندريه، هو من اسكندريه، من اسكندريه جميل، صور على البحر حتى اهو. شاب جميل، مالي الدنيا صور على السوشيال ميديا، كل يوم ستوريز جديده وحاجات جميله. يعني شباب والله زي الورد، كويسين، ابتدوا حياتهم بعد انقاص الوزن، بيبتدي يعيش حياته الطبيعيه الجميله. التيم المعاون، طاقم التخدير، كلهم طبعا اهم ليهم الاهميه بتاعتهم، بيادوا بيسدوا الاماكن، يعني بيقوموا على الثغرات اللي المفروض يقوموا عليها، طبعا متابعات ما بعد العمليه، تجهيز ما قبل العمليه، كل مكالمه مهمه من العيان ما بعد العمليه، يعني هم كوبيز جميله، واخدين كل الخبره الكافيه اللي تخليهم فريق عمل ناجح، وده مهم جدا. الركن اللي الناس بتنساه مش واخده بالها منه قوي وقيمته، لازم نشرحه للناس بالتفصيل، المستشفى. مش كل مستشفى مؤهله انها تقدر تعمل جراحه سمنه مفرط، صح؟ المستشفيات الصغيره ما بتقدرش تحمل الحالات الصعبه. وطبعا احنا دايما عندنا قاعده في الجراحه، ما تحطش العيان في ريسك سيتويشن، او ما تحطش المريض في موقف حرج. محتاج اي حاجه يعني، في محتاج رعايه مركزه، لازم تكون في رعايه مركزه، محتاج كيس دم، موجود كيس دم، محتاج استشاري قلب، موجود استشاري القلب، محتاج استشاري صدريه، موجود استشاري صدريه، محتاج اجهزه تنفس بقدرات معينه تستوعب اوزان معينه، موجوده، محتاج ان انت يبقى الـ طبعا الادويه اللي هي اللي بتستخدم في مرضى السمنه المفرطه غير الادويه المستخدمه في الناس العاديين طبعا، لانه عيان السمنه انت مش عايز تنام فتره كبيره، زي زمان يقول لك احنا انت بتفوق بالبنج بعد ساعتين وتقعد تهلوس وتبقى الموضوع ما بيبقاش مظبوط خالص. لكن طبعا مرضى السمنه المفرطه ليهم الادويه بتاعتهم اللي هي بتصحيه في وقت قصير، يعني وقت بنج هو تلت ساعة أو نص ساعة خلاص،
فاء، هو دكتور التخدير عايز يصحيه دلوقتي، عايز ياخد ياخد نفسه الطبيعي، ما مش هقعد ينام ساعتين بعد العمليه ونقعد بقى نصحيه وفوق وما في. فطبعا امكانيات المستشفيات لا تغني، انا مش قادر ابين كل النقط المضيئه في قدره المستشفيات اللي هي الكبيره. وانصح كل الناس طبعا اللي هي ما تشتغلش حاله سمنه في مستشفى غير مجهزه، في مستشفى غير قادره ان هي تستوعب الحالات الصعبه بكل تفاصيلها. ما انت محتاج تعمل اشعه مقطعيه باحترافيه، محتاج تعمل وظائف تنفس، محتاج تعمل يعني كل الحاجات دي لازم تكون موجوده في المستشفيات اللي بتجرى فيها عمليات السمنه. وانا شايف ان دي بتدي فرصه لناس كثيره، يعني واحد وزنه 200 300 كيلو هيروح فين؟ يعني ما هو اذا ما كانش المستشفى الكبيره تستوعبه ما ده هيروح فين؟ يعني هو هيخاف على نفسه، ايفن حتى هو لو ما خافش على نفسه دكتور التخدير هيخاف منه. ما انا لو دكتور تخدير وبشتغل في مكان غير مؤهل ما عنديش القدرات اللي تستوعب العيان ده، ما انا هرفضه، يعني انا مش لازم انيمه. واحنا زمان برضو كنا بنتعامل في شتى المستشفيات، يعني جربت كل انواع المستشفيات من مستشفيات صغيره ومتوسطه وفي البدايات من سنين، وانا وصلت لدرس انه المستشفى الكبيره هي فقط القادره على التعامل مع حالات السمنه المفرطه. وزي ما قلت لحضرتك المستشفى الصغيره هتفلتر عيانين قليلين، المستشفى الكبيره تساعد كل العيانين بمختلف حالاتهم الصحيه المصاحبه. عنده دعامه في القلب وعنده مشكله في القلب، دكتور التخدير اكيد داخل وهو يعني خايف عليه. المستشفى الكبيره بتديك نوع من الامان، سيفتي اعلى، امكانيات اعلى في كل الحاجات، سواء اجهزه سواء ادويه، طاقم عمل على اعلى مستوى. فيعني انا طبعا مش قادر اقول كل الحاجات، لكن المستشفيات الكبيره امان جدا جدا وبتدي فرصه امان عاليه خالص. عمليه السمنه المفرطه من العمليات اللي نتائجها بتفرح الانسان، حياته بتتغير. انت نورتنا في الناس الحلوه. شكرا، بستمتع بالحوار معك دائما، ومتعه علميه دقيقه جدا في التوصيف. ضيف العزيز القمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور كريم صبري، استاذ جراحات السمنه والمناظير، الاستاذ بكليه الطب جامعه عين شمس، ومدير لوحده جراحه السمنه بمستشفى وادي النيل، وزميل كليه الجراحين الملكيه بانجلترا، وعضو كليه الجراحين الامريكيه، والحاصل على اعلى تصنيف جوده دولي في دراسات في جراحات السمنه الاس ار سي، كان ضيفي في واحده من حلقاتنا الممتعه الخاصة بجراحة السمنة في الناس الحلوة. خليكم مع الناس الحلوة. الدكتور محمد مجدي النجار، استشاري جراحات الشرج والمستقيم، عضو الجمعية الأوروبية لجراحات الشرج، مدير مؤسسة هيموكيور لعلاج أمراض الشرج والمستقيم. أهلا بكم في واحدة من أرقى حلقاتنا على الإطلاق. النهاردة الحوار عن أمراض الشرج، وتحديدا هنتكلم النهاردة على البواسير. واستغربت جدا عندما بحثت فوجدت أن البواسير قديمة قدم التاريخ، من زمان جدا البواسير تم ذكرها في بردية مصرية. تستغربوا من سنة كام؟ من حوالي 1700 سنة قبل الميلاد، 1700 قبل الميلاد، ده سنين طويلة جدا عدت على هذه البردية. ذكر في البردية انه يعني المرض وطريقة التعامل معه، ده معناه ان الحالة المرضية دي كانت مزعجة وكانت موجودة من زمان. يمكن مثلا الضغط ما كانش موجود في برديات مكتوب عنها، ما كانش مثلا السكر مكتوب في امراض قديمة، يعني ما لقناش، ما اعتقدش انه مكتوب عنه حاجة في، لكن البواسير مكتوبة في برضية بالتفصيل، وكتب طريقة كلاسيكية كانت أو قديمة باستخدام نوع من الخيوط، خيوط الكتان، في التعامل مع البواسير، شريط من الكتان. برضو سنة 460 قبل الميلاد أبو قراط شرح طريقة مماثلة في التعامل مع البواسير. ويمر الزمان وتزداد الحركات والتصرفات التي تؤدي إلى وجود بواسير. يعني بلا شك انه زمن من زمان قوي حكايه رفع الاشياء الثقيله، حمل الاثقال كانت اكتر كمان في الزمن القديم، لكن موجوده في الزمن ده. الاكل الغلط تمام موجود، الاجهاد، الامساك المستمر والاسهال المستمر، كل ده كان موجود عبر الزمن وما زالت العوامل موجوده. الجلوس لا ده زاد بقى، الجلوس لفترات طويله ما كانش في الزمن قبل كده. فاستمرت البواسير، مش بقت مرض تاريخي، لا مرض مستمر
مرض مزعج جدا، وجاء الليزر لكي يغير نمط التعامل. ما بقاش بقى خيط كتان وما بقاش وصفات، لا ده بقت تكنولوجيا متقدمة للغاية. شوفوا التاريخ اختلف ازاي، لكن النهاردة مش بقى من واحنا بنبص من 1700 كان مزعج هذا المرض، النهاردة هو ما زال مزعجا، لكن أساليب الحوار معه الطبية، أساليب علاجه الطبية أصبحت متقدمة ومذهلة للغاية. تعالوا النهاردة نقرب من هذا المعنى المهم جدا مع ضيفي العزيز، اسم بنسعد جدا بوجوده معنا في الناس الحلوة، واحد من الذين طوروا هذه الأساليب العلاجية واستخدموا التكنولوجيا الأكثر تقدما في العالم لمصرنا الحبيبة، واحد من البارعين في هذا المجال، ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور محمد النجار، استشاري جراحات الشرج والمستقيم وعضو الجمعية الأوروبية لجراحات الشرج والمدير لمؤسسة هيموكيور لعلاج هيموكيور لعلاج أمراض الشرج والمستقيم، الاسم القدير الكبير. أهلا بيك دكتور. أهلا دكتور يا مازن، نورتك الله يخليك جدا. أنت من 1700 سنة أمراض الشرج كانت مزعجة جدا واستمرت للعالم كله. صحيح. احكي لي بقى واحنا بنحكي على التاريخ كده، انت هتكلمنا عن امراض الشرج دلوقتي صحيح. ما زالت هي هيها صحيح. صحيح طبعا. هو طبعا البواسير مرض قديم زي ما حضرتك قلت من شويه، وعلى مدار التاريخ ناس كتيره تتعالج منه وتعاني منه ويمر بمواقف طريفه جدا، زي ما في يوم سمعنا مثلا نابليون بونابرت خسر معركه لما كان عنده بواسير ووترلو بالظبط. ولما سمعنا زي ما حضرتك قلت انه كان مكتوب حتى في برديات عن انه مرض مزعج جدا الحقيقه. على مدار التاريخ البواسير موجوده وموجوده بازعاجها، لحد اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي ما زال في بواسير بشكل كبير جدا، اكاد لا ابالغ اذا قلت انه في التكست بوك في الامريكان سوسايتي اوف كولبروكتولوجي يكتبوا الانسيدنس بتاعه 40%. 40% ده رقم مزعج ومذهل للغايه، يعني من كل 2 3 هتلاقي واحد عنده مشكله. مفيش حاله مرضيه 40% بالظبط، يعني السكر 26 والضغط حوالي حاجه و30، يعني 40%. وما بقولكش 40% دلوقتي، بقولك 40% منهم هيجيله على مدار حياته، يعني لازم يبقى من الثلاثه دول واحد هيتعب على مدار حياته. فطبعا مشكله كبيره جدا البواسير الشرجيه طبعا. ايه المقصود بالبواسير؟ خلينا نقول ان البواسير هي اوعيه دمويه موجوده حوالين الشرج، اوعيه دمويه زي اللي في ايدينا دي، زي ما كل واحد في ايده فيش بعض الاورده والحاجات اللي زي كده. هي اورده موجوده حوالين الشرج ليها قطر معين، عندما تنضغط هذه الاوعيه الدمويه تنبعج فتعمل بواسير شرجيه. يعني وعاء دموي وريد ربنا بيخلقه حوالين الشرج بنسميه الكوشنز، اللي المفروض بتساعدنا جدا في مرور الفضلات. اذا انضغطت الاوعيه الدمويه دي من فوق، يعني حاجه عماله تضغط عليها من فوق تعمل بواسير شرجيه، مثلا زي الفيديو اللي شغال ده، مريض مثلا بيقعد زي ما حضرتك قلت لفتره طويله او حاجه، مريض عنده كرونيك كونستيبيشن الامساك المزمن مثلا، مريض بيضطر يشيل حاجات، كل الحاجات دي هتلاقيها مشتركه في حاجه واحده اللي هو الستريننج الحزق. وبالتالي مثلا اذا كان واحد بيروح يلعب رياضه ونقول له اذا كنت هتشيل اوزان تقيله، لو انت كابتن جامد قوي هتعرف انك اهم حاجه انك تاخد نفس وتخرجه وانت بتشيل اوزان التقيله دي، ما تعملش احساس الستريننج ده انك تشيل حاجه تقيله وتضغط نفسك. مريض اللي عنده امساك مزمن هو طول الوقت في ستريننج في الحمام، فاي ضغط على منطقه الشرج من فوق يخلي الوعاء الدموي الصغير اللي ليه قطره صغير ينبعج ويتمدد ويبقى اسمه بواسير شرجيه. ازاي نقرب من التشخيص اذا كان في اسباب اخرى برضو لازم نذكرها؟ بالظبط. هو طبعا كل الاسباب تروح ناحيه الضغط الدائم على الحوض. بلاقي مثلا عند السيدات عند في فتره الحمل مثلا البيبي وجوده في الحوض يضغط الاوعيه الدمويه فيعمل عند بعض السيدات بواسير. واحد بيشتغل مثلا ويسموا الحكايه دي البيزنس مان كونستيبيشن، الناس اللي على طول في اجتماعات وما هواش قادر قوي يخش الحمام باستمرار او حاجه، الحكايه دي تعمل ضغط على الاوعيه الدمويه فتعمل بواسير شرجيه. فالحقيقه الاسباب كلها حطها تحت عنوان الضغط الدائم على الحوض، وحط تحتها اي حاجه زي الامساك زي الهيفي ويترز الناس اللي بتشيل اوزان ثقيله وهكذا. طبعا ليها انواع كثيره البواسير، بنقسمهم لتو كاتيجوريز، بواسير داخليه وبواسير خارجيه. بواسير داخليه يعني المريض مش شايفها، لا هو شايفها ولا الدكتور شايفها، الدكتور يشخصها زي ما هنتكلم كمان شويه يشخصها ازاي، لكن المريض ما بيبقاش شايفها. البواسير الخارجيه خلاص هي باينه خارجه من الشرج طول الوقت، فقسمنا الحكايه دي الى 4 درجات، الاولى والثانيه والثالثه والرابعه. الدرجه الاولى دي درجه طفيفه جدا، بنلاقيها اكتر عند الناس الاوروبيان سوسايتي، يعني الناس اللي بتبقى واخده بالها قوي قوي اذا كان حاسس بشويه ديسكمفورت او حاجه بيروح يجري يكشف ويعمل منظار يقول له انت عندك فيرست ديجري.
عندنا هنا ما بناخدش بالنا قوي من الحاجات الصغيره دي، فممكن لو حد حاسس بشويه حاجات صغيره كده ما بتجهش قوي فبيعملش مظرفه ما نشخصهاش قوي عندنا. تزيد البواسير تبقى سكند ديجري، يبدا المريض يحس بشويه الم او اوجاع او حاجه. في المرحله دي ممكن يلاقي بليدنج سبوتس، شويه دم كده يلاقيهم في التيشو بعد الحمام او يلاقيهم حتى على قعده الحمام او حاجه. تزيد البواسير تبقى ثيرد ديجري، خلاص هي بتبرولابس لبره، بتطلع لبره من فتحه الشرج والمريض يضطر يدخلها لجوه. تزيد اكتر تبقى فورس ديجري، تبقى خارجه طول الوقت. طبعا دي انواع البواسير الاناتوميكال اللي هي متقسمه على حسب هي فين وبتطلع ازاي. في بواسير تانية بتتقسم اذا كانت بواسير عاديه او بواسير عليها مضاعفات. يعني البواسير العاديه هي بواسير ورديه اللون، سيستك انبلبيشن يعني مليانه دم في حاجه طريه اذا كان المريض حط ايده عليها. البواسير اللي عليها مضاعفات تبقى بواسير ناشفه زي انها تبقى ثرومبوزد او بواسير متجلطه، المريض يحط ايده عليها يلاقي حاجه ناشفه جدا وكانها حته طوبه او حاجه. ليه؟ لان الدم اتحبس جواها مش عارف يخرج منها فبنسمي ده ثرومبوزد بايل او ارستريتد بايل او بواسير متجلطه او بواسير نازفه. كل دي تروح في انواع البواسير. يعني احنا ذكرنا التاريخ عشان نقف قدام الحته ما بين الجراحات التقليديه القديمه وما بين التقدم في التكنولوجيا الحديثه اللي خلت العمليات ما بقتش بنفس الطريقه المخيفه، لان كان في ناس كتير قوي من كتر ما بتسمع عن عمليه البواسير التقليديه تخاف تروح. طبعا انا دايما اقول ان العمليات دي هي عمليات قديما كانت سيئه السمعه. يعني ايه سيئه السمعه؟ يعني المريض اللي عارف انه رايح يعمل عمليه بواسير ما كانش بينام بالليل. ليه؟ هو متاكد انه هيدخل هيجي الجراح يشيل هذا الجزء الحساس جدا الحقيقه، بعد العمليه يحط ما يسمى بالحشو او الفتيل داخل الشرج، وده كان امر مزعج جدا قد يكون اصعب من اجراء العمليه نفسه. عارف انه هيقعد في البيت شهرين ثلاثه لا يمارس اي نوع من انواع نشاطه الاعتيادي اللي كان متعود عليه. والحقيقه ده كان بيحصل زمان، مثلا انه زي ما حضرتك ذكرت مثلا كان ابو كرات وهو ابو الطب يعني الحقيقه كان يربط البواسير ده بفتل الكتان او احيانا بشعر الحصان لانها حاجه حاده جدا، فكان يستخدمها في قطع البواسير، فكانت حاجه صعبه جدا. مر الزمن ووقت الجراحه التقليديه تعتمد على قطع البواسير. احنا قلنا ان وعاء دموي متمدد، فكنا نعمل ايه؟ بالمقص او بالمشرط او بحاجه نسلك الحته دي ونربطه في حته ونشيله. فبرضه كانت عمليه صعبه جدا لان بتعتمد على قطع جزء كبير جدا من الانسجه. اتغيرت الحكايه خالص، مر علاج البواسير ده بتكنولوجيا عظيمه جدا. حتى ما قبل الليزر كان في حاجات كويسه جدا زي التي اتش دي اللي هو الترانس هيمورويدال دي ارتريزيشن، هو وعاء دمه زي ما قلنا بنخش جواه نسمع بالدوبلر ونربطه فنقلل الدم اللي بيروح، فحلو جدا وينفع ويجيب نتيجه. اتطورت الحكايه قوي بقى لان بنعمل حاجه اسمها ليزر هيمورويدوبلاستي او علاج البواسير باستخدام الليزر. ما بنشيلش البواسير، لا نستأصلها على الاطلاق وبالتالي مش هيبقى في جرح تقريبا، لكن بنخش جوه الوريد المنتفخ ده وكأن المريض بياخد كانيولا في ايده. هي بحاجه فعلا اسمها الكانيولا يعني الاداه اللي بنستخدمها. بنخش جوه البواسير لحد ما نوصل لحد الفيدنج فيسل، تطلع اشعه الليزر دي في شكل كونيكال 180 درجه، تقفل الفيدنج فيسل، هتخلي الوريد المنتفخ ده يتقفل على بعضه، وبنسحب الفايبر دي او الدايود ليزر ده لبره فيخلي يتفاعل مع الهيموجلوبين اللي موجود جوه الدم فيقفل البواسير على بعضها. فيعمل شرينكج زي ما حضرتك شايف كده، يعمل انكماش زي ما حضرتك شايف كده، بيبقى يعني بسيط جدا الحقيقه وغير مؤلم على الاطلاق. طبعا بما ان احنا لم نستأصل اي شيء ولا عملنا جروح تقريبا فما بنضطرش لا نحط الفتيل ولا حاجه، فاصبحت الهاجس ده بتاع ان احنا هنحط فتيل داخل الشرج مش موجود ابدا. ان المريض يقعد 3 4 شهور لحد ما الجرح يلتئم ابدا. ان المريض هيخش العمليه مثلا ويقعد في المستشفى يومين ثلاثه لحد ما يتغوط او حاجه ويمشي بعدها برده مش موجوده. فالحقيقه التكنولوجيا في هذا المجال يعني احداث الثوره غير طبيعيه الحقيقه. يمكن كانوا الالمان هم اول ناس بداوا الحكايه دي على ايد بروفيسور عظيم اسمه ارني ويليام الحقيقه، يمكن من حوالي 13 سنه عدت. الراجل الحقيقه يعني ليه فضل على الناس كلها، عمل ثوره كبيره جدا في الحكايه دي وتتابعت الامور. لقينا انه خلاص بيتهيألي انه اصبح العالم بالكامل دلوقتي بيستخدم الليزر في علاج البواسير. يعني الجمله الاخيره ديت هناخد منها سؤال اللي هي اصبح العالم تقريبا بيستخدم هذا النوع من التقنيات، ده معناها ان في بعض الناس ما زالت بتجري الجراحات التقليديه. بالظبط، عشان كده لازم نسلط بشكل اوضح ايه المشاكل اللي ممكن تحصل من اجراء اسلوب الجراحه التقليديه في هذا المكان. هو اجراء عنيف جدا وانا رايي انه من حق كل مريض انه اذا كان عنده بواسير يجوز عملها باستخدام الليزر انه ياخد التشانس دي. يعني
اولا الفرق ما بين الاثنين ان المريض هنا كان الجراح يستأصل الحته دي كلها. اولا الشرج ده يحيط بيه عضلات في غايه الاهميه، الانترنال والاكسترنال سفنكتر المسؤولين عن التحكم في مرور الفضلات. فتخيل ان الجراح ده مثلا خد جزء من العضله او حاجه، فالمريض بيحصل له حاجه اسمها فيكال سويلينج او ما هو معروف بسلس البراز، او انه يبقى انكونتيننت انه لا يتحكم على الاطلاق في مرور الفضلات. طبعا كارثه كبيره جدا. المريض ده والعالم كله دلوقتي بيتجه ناحيه الطب الاقتصادي. يعني ايه؟ يعني وانا الحقيقه اتعلمت ده بره، يعني انه هو بيشوف المريض وكانه انت هتعطله عن حياته قد ايه، هتقعده من بيته 3 شهور ما لا ينتج فيبقى قاعد في البيت يتعالج، ولا هو خلاص انت هترجعه شغله على طول. فالحقيقه انه المريض مع استخدام الليزر بيرجع شغله بعد يومين 3، وده حاجه عظيمه جدا. احنا كنا زمان بنقعد شهرين 3. يعني الفرق كبير جدا ما بين استخدام الجراحه وما بين استخدام الليزر في علاج البواسير. لكن هل كل العمليات تتعمل باستخدام الليزر؟ لا طبعا. اذا المريض ساب نفسه والحكايه اتطورت وبقينا خلينا حاجات خارجه قوي قد كده كبيره، لا طبعا لازم نشيلها. ساعتها المريض هيتوجع شويه. يعني لازم نعمل نلجا الى الجراحه بالظبط. لكن هو قرار هختار ده او ده، ده قرار لازم يكون لمصلحه المريض من ناحيه المضاعفات ومن ناحيه الديوريشن، من ناحيه الفتره الزمنيه. هو لما يعرفوا كلمه علاج، يعني احنا قلنا مثلا اي مرض في الطب هنعالجه ازاي، كلمه علاج دي تقول لك ايه؟ تقول لك ان العلاج ده يهدف الى 3 اشياء. اولا الى انك تخلص المريض من المرض اللي عنده، تخلص المريض من المرض اللي عنده في وقت قصير وفي ريكفري تايم قليل والمريض مرتاح. هو غير ادمي ان المريض يتوجع. وافتكر يعني من اساتذتي الكبار، يعني استاذ التخدير كان يقول لنا دايما انه مش من ابدا مش المريض مش لازم يتوجع. اذا المريض يتوجع ما بعد اجراء اي عمليه فاكيد الجراح غلطان في حاجه، لازم ما وصفش المسكنات الكافيه، ما كانش الاجراء بالشكل الكافي. هو مش ادميا احساس الوجع ده المفروض ما بقاش موجود. فاذا كان عندنا فرصه ان احنا نعمل حاجه موجعه زي البواسير باجراء اسهل، فالحقيقه ليه لا. يعني برضه هرجع تاني للقرار، القرار قائم على التشخيص طبعا. ايه الوسائل بما انه في تقدم مذهل في عالم الليزر في تكنولوجيا العلاج، اكيد في تقدم في عالم التشخيص. بالظبط. احنا كنا زمان اي مريض المريض اللي عنده مشكله في الشرج ده كنا بنشخصه بالنظر، ما كانش في حاجه تانية غير كده، او نعمل مناظير الكولونسكوب والحاجات دي. اصبح في ثوره كبيره في التشخيص، بقى عند في حاجه اسمها بروكتوستيشن. ايه بروكتوستيشن ده؟ محطه متكامله، جهاز عظيم جدا اللي هو على الشاشه ده بالظبط، في 3 حاجات. في حاجه اسمها هاي ريزوليوشن انسكوب، الكاميرا اللي بتورينا بشكل مكبر 16 مره كل حاجه داخل الشرج. في انا المانومتري اللي بيورينا عضلات الشرج وكفاءتها، وفي الاندو ان الالترا ساوند السونار اللي بيورينا هل في حاجه ورا العضلات زي الخراج او الحاجات اللي زي كده. الحقيقه ان كل مريض دلوقتي بقى بيكشف البورت ستيشن، ما بقاش بيتكشف عليه بالنظر. طبعا هي اجهزه مكلفه جدا بالمناسبه، جدا جدا يعني. لكن المريض ما بقاش بيتقال له انت عندك بواسير عندك شرخ، لا ده بيشوف كويس قوي ويصور العضلات ويصور الاغشيه المخاطيه ويطلع تقرير كامل عن حالته وعن قوه العضلات وعن الاغشيه المخاطيه وعن كل حاجه. فبقى التشخيص فيه ثوره كبيره. كان المريض زمان يحتار، يقول لك انا رحت لواحد قال انا عندي بواسير، وبعدين رحت لواحد قال انا عندي شرخ شرجي، محتار ده قال له حاجه وده قال له حاجه. دلوقتي خلاص ما بقاش حد بيقول، يعني بقى الماشين هي اللي بتقول ان ده عنده كذا بحجم كذا، البواسير دي ابعادها 2 سم في 1 سم مش عارف قد وهكذا. عندنا 3 محطات مهمين جدا، ثم سنذهب الى محطه اخيره. المحطات الثلاثه هنبداها بالابيض والاسود والرمادي. ابيض اسود ام رمادي؟ الابيض والاسود والرمادي في سؤال كلاسيكي قوي على فكره ومشهور جدا في كل الاوساط. السؤال بيقول الكريمات تعطي نتيجة فعالة في علاج بواسير لعمليات ولا غيره، كلام ده ابيض ولا اسود ولا رمادي؟ اسود ومهبب. هو الكريم لا يؤثر على الاطلاق في علاج البواسير، احنا بنستخدمه وبنكتبه في روشتاتنا لترطيب الجلد وترطيب الشرج، لكن ملوش علاقة ابدا ولا ليه علاج خالص. السيستميك تريتمنت ليه، يعني المريض ياخد ادوية تقلل الدم اللي رايح ناحية البواسير اقراص لكن الكريمات دي احنا بنكتبها لترطيب الشرج مش اكتر، لكن لا تعالج شيء. يعني المريض لو خد اقراص لوحده يخف، يعني الكريم لا مش هيفيد. طبعا ناهيك بقى عن ان بتقعد تسمع عن كريمات بتتباع بالاف الجنيهات طبعا على النت كده وحاجات كده كلام، يعني في قنوات شغاله على الموضوع كده اصلا. صحيح. المحطه الثانيه، جاني متهم ام بريء؟
في الجانب بتاع البريء في سؤالين، سؤال هيكون موجود وسؤال انا لازم اساله لك. السؤال هو: المريض الذي يعاني من اعراض بواسير من تطور الحاله يتاخر في الذهاب الى الطبيب، عمال ياجل، ده متهم ولا كده؟ جاني طبعا لانه بيجني على نفسه. الحقيقه الحكايه في بدايتها تتعالج بالادويه زي ما قلنا وباللايف ستايل موديفيكيشن، يعني نعرف هو ايه سبب البواسير اللي جات له، اذا كان بيجي له امساك نعالجه، اذا كان بيتمرن غلط نعالجه، اذا يتعالج بالدواء. اذا زادت الحكايه عن 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 وقتها لابد يتعالج باستخدام العمليات، لا فيش حاجه تانية في النص يعني. فاذا كان في الاول فهيتعالج بالدواء، اذا اتاخر هيجني على نفسه ويتعالج بالعمليات. بس هو السؤال الثاني بقى اللي لازم اساله لك: من، ومن دي مطلقه، من يروج لفكره انه عمليه تقليديه افضل من الليزر لانه لا يمتلك الليزر، ده متهم ولا جاني ولا بريء؟ ومفهومه مين من؟ طبعا ما بين يعني ما بين المتهم وما بين الجاني الحقيقه يعني. يعني انا طبعا فاهم السؤال، لكن هو الحقيقه هو بيجني على المريض، ما بيحرم المريض من فرصه حقيقيه، وخلينا نحط تحت كلمه حقيقيه دي 100 خط، من فرصه حقيقيه انه يتعالج بطريقه افضل. بالظبط زي ما هتقول لواحد انت هنسفرك للساحل الشمالي تصيف، وهنسفرك على عربيه جمل. على جمل، وهو ده احسن طريقه، فانت حرمته من انه يسافر مرتاح. هو صحيح هيسافر وهيوصل، بس الفكره انه حرمته من فرصته يعني. هيوصل ايه؟ هيوصل السنه الجايه المحطه الثالثه. وشك ام يقين؟ السؤال ده الجاي ده انا بحترم اللي بيسالوه، لانه السؤال ده فعلا يعني في بيبر عليه. هل البواسير تسبب اورام سرطانيه على المدى البعيد؟ دايركت افكت لا، يعني البواسير تعمل سرطان بمنتهى الصراحه لا، لكن تغيير النسيج يعمل سرطان. بالظبط، يعني المريض النسيج العادي الميكوزا العاديه مع الوقت خلاص ما عندوش الميكوزا اللي هو النسيج المبطل الخلوي. بالظبط، لكن الكرونيك اريتيشن ده اللي المريض هيتعب ويحط كريمات ويلتهب ويخف، الكرونيك اريتيشن ده هو اللي هيحول النسيج ده من حاجات عاديه الى حاجات. فلا، ممكن مع الوقت الطويل جدا يعني. في المين سرعة جدا العار. العار هو العار في علاج البواسير طبعا. العار هو ان انه الحاجات اللي بنسمع عنها اللي هي قد تخدع بعض الناس اللي ما عندهاش ثقافه طبيه، واذا سمحت لي في دقيقه واحده هقول لك انه جزيل الشكر لحضرتك والناس كلها موصله الشكر ده ليك، ده اللي بشكرك، لانه الناس فهمت يعني ايه امراض، وفهمت يعني ايه عندها مشكله، وفهمت تعالج ازاي، وفهمت تروح فين وتعمل ايه. بشهاده اعتز بيها. لا ده حقيقي والله 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 والله. انا هقول لك لو 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 تسمح لي ادي تليفونك للناس اللي بتسال عايزه تسلم عليك وهي عندي في العياده، والله العظيم ما هتنام. ربنا يخليك. والله مبرر. لا حقيقي الناس فعلا مقدره انه في حد بيوصل لها ثقافة ووجود عن صحتها. والله بوجودك ووجود كل الزملاء، لان كل واحد فيكم في مجاله اضاف يعني في الانوجينيتال، في الانال، في الجينيتال، في الجينيتاليا، في العيون، في كل حاجه. انتوا كلكم قدمتوا يعني. انا حقيقه انا عن نفسي اتفرج على البرنامج على كل الزملاء الحقيقه وبستفيد. انا دكتور فعلا، انا بستمتع مش تخصصي ولا بستفيد، انا بستمتع بتفرج على الحلقات. طب قول لي بقى السراب ده، فيلم تاني مشهور على فكره. طبعا السراب في عالم السراب مفهوم طبعا ليكم اللي هو الشيء مش حقيقي. السراب هو ان احنا نقعد ان الامور تتبسط زياده عن اللزوم. احنا قلنا ان دي عمليه بتعمل بمنتهى التكنولوجيا اللي في الدنيا باجراء بسيط في دقيقتين ثلاثه، والمريض بعد يومين ثلاثه بيتحسن. لكن هي في الاول في الاخر هي عمليه، هي رحله المريض خف منها. السراب ان المريض يجري ولا حاجه يتخيل انها سحر، انه هيخش حد هيقرا عليه حاجه يخف، هو مش كده، ده السراب. واحد من ميجا ستارز هذا العالم في الوطن العربي بل في الاسم العالمي، وقريب انت هتسافر، انبسطت قوي بالخبر ده. انت واحد من خمسة في من العالم ستة. من ستة ان انت السادس بتاعهم، انت وخمسة كمان. خمسة على مستوى العالم كله هتتجمعوا فين بقى؟ في قبرص. في قبرص في مؤتمر كبير اسمه بروكتوكوم، وهم بيختاروا افضل ستة خبراء في العالم يعني. في ثلاثة ألمان، واحد فرنساوي، واحد هولندي، وانا هناك يعني. ان شاء الله احنا هنتابع المؤتمر بالتفصيل. ريت هنصور اجزاء منه إن شاء الله. وتحكي لنا وصلتوا لايه وايه الجديد. بس شيء مفرح جدا ان انا اشوف ان انت يعني شيء رائع للانجازات الطبيه في اي مكان ما شاء الله. هو في الاجنده يعني اسم صورتك منوره.
اخر واحد ايوه الاسمراني شويه لابس الضوء. نورت ربنا يخليك. واحد من ميجا ستارز هذا العالم الاستاذ دكتور محمد النجار، استشاري جراحات الشرج والمستقيم وعضو جمعيه الاوروبيه لجراحات الشرج والمدير مؤسسه هيموكيور لعلاج امراض الشرج والمستقيم، كعادته كان مبدعا في الناس الحلوه. خليكم معنا.